هذا الصباح وكل صباح صباح الخير وصباحكم غير الاثنين السابع عشر من ايلول سبتمبر عشر معكم امير الخطيب وعفاف شيني في محطات هذا الصباح من صباحنا غير يسعد الصباح يسعد صباحك امير وصباح مليء بالطاقه الجميله ويسعد صباحكم مشاهدينا احنا معكم على الهواء مباشره ساعتين ومجموعه من الفقرات والمواضيع رح نطرحها سويه مع ضيوفنا اللي رح يشرفونا اليوم طبعا من مجالات وعوالم مختلفه ونبدا صباحنا مع العناوين ما بعد الاخبار الصحفي الزميل وائل عواد وقراءه مغايره للعناوين الصباحيه. بعد هيك رح نتناول مع النائب عن القائمه المشتركه دكتور يوسف جبارين قانون القومي ونشاطات المرافعه الدوليه بالاضافه الى قانون اساس دوله ديمقراطيه متعدده الثقافات ومتساويه. ما ذلك رحلة العمر رحلة تدريبية لاكتشاف وتطوير الذات وعنها رح نحكي مع أسماء ريان مديرة مركز تعليمي وألفت لسوق سيدة أعمال وخبيرة في مجال الأزياء بالإضافة إلى آسيا صالح مديرة كلية الناصرة وفي فقرة أخرى راح نتحدث عن مبادرات ومعيقات لمشاركة المرأة العربية في مجال الرياضة مع سوار أبو ناجي من المنظمين للمؤتمر النسائي الرياضي ومرح يونس مدربة رياضة وفي ختام هذا العدد فقره خاصه حول تاثير منتجات الحليب وتقليل الاصابه بالنوبات القلبيه بالاضافه لنهج صحي ونفسي لاطفالنا بين التوجيه والتوبيخ مع دكتور رامي غريفات مدير دائره الصحه ومباشرة من القدس سها خوري أخصائية تغذية ومدربة بالبرمجة اللغوية العصبية أما في مطبخ صباحنا غير فسيكون الشيف بشارة أبو حنا. عن جديد يسعد صباحكم ويسعد صباح جميعنا في فيها اللحظات لمتابعة هذا المشوار الصباحي ساعتين عبر الهواء مباشرة من ذكر في إمكانية البث المباشر وتقنية البث المباشر من خلال موقعنا في شبكة المعلوماتية مساواة شانيل دوت كوم أما الآن فالبداية مع أبرز العناوين الإخبارية. حيث اقتحمت مجموعه من المستوطنين ساحات المسجد الاقصى المبارك من جهه باب المغاربه وذلك بحراسه مشدده من شرطه الاحتلال لتامين جوالات المستوطنين الاستفزازيه فيما فرضت اجراءات مشدده على دخول الفلسطينيين للحرم القدسي الشريف وأتت اقتحامات المستوطنين للأقصى استجابة لدعوات منظمات الهيكل التي دعت لاقتحامات جماعية لساحات الحرم بمناسبة يوم الغفران والأعياد اليهودية التي ستتواصل حتى مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل. اقترح رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو على رؤساء الاحزاب المشاركه في الائتلاف الحكومي خفض نسبه الحسم بنسبه نصف المئه في الانتخابات انتخابات الكنيسه المقبله ونقلت صحيفه هآرتس الاسرائيليه عن مصدر بالائتلاف الحكومي قوله ان الهدف من هذا الاجراء مساعده وزير الداخليه اريا درعي وحركه شاس على تجاوز نسبه الحسم بالانتخابات المقبله هذا وكان قد تم التصويت على تعديل قانون الانتخابات ورفع نسبه الحسم قبل انتخابات الكنيست التي اجريت عام 2015 بهدف الحد من قوه الاحزاب العربيه أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن في حكومته فيكتور ليبرمان رفضهما تخفيض أحكام السجن المؤبد لأي أسير فلسطيني متهم بقتل إسرائيلي. تصريحات نتنياهو وليبرمان تأتي بعد الإعلان عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي بتشكيل لجنة خاصة لبحث طلبات أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد لتخفيف أحكام سجنهم. هذا وسيصدر خلال أيام إعلان رسمي عن تشكيل اللجنة العسكرية الإسرائيلية إثر نقاش قضية رفعها فلسطيني أدين قبل ثلاثين عاما بقتل إسرائيلية وحكم عليه بالسجن المؤبد مددت محكمة الصلح فترة اعتقال القيادي في حركة أبناء البلد رجغبري حتى يوم الخميس المقبل وذلك بشبهة التحريض على العنف والإرهاب عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونُظمت بالتزامن مع جلسة المحكمة وقفة احتجاجية أمام مدخل المحكمة بمشاركة نواب من القائمة المشتركة ورئيس لجنة المتابعة وذلك استنكاراً للاعتقال السياسي ومطالبة بالإفراج عن إغبارها قررت سلطات الاحتلال الاسرائيليه ترحيل الاكاديمي الفرنسي البروفيسور فرانك رومانو المتخصص في القانون في جامعه السوربون والمعتقل منذ يوم الجمعه بشبهه اعاقه عمل رجال الشرطه وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الاكاديمي الفرنسي اثر مواجهات اندلعت في اعقاب قمعها لاعتصام سلمي تضامني مع سكان قريه الخان الاحمر المهدده بالهدم حذر رئيس دائرة القدس باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني من استمرار الاحتلال بتشويه طابع القدس الحضاري والتاريخي ومحاولات طمس الهوية العربية للمدينة وإضفاء طابع تلمودي عليها وأكد الحسيني أن مخطط إنشاء وتشغيل تلفريك يصل بين جبل زيتون وصولا إلى باحة حائط البراق يأتي في هذا السياق مشددا على أنه مخطط مرفوض ومدان من قبل كل المؤسسات الدولية ونوه رئيس دائرة القدس إلى خطورة الاستمرار أو استمرار الاحتلال في استهداف المسجد الأقصى المبارك ومحاولة وضع اليد عليه أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام وبالمقاومة الشعبية السلمية لأن القتل والاستيطان والتدمير واقتلاع السكان لن يحققا الأمن والسلام لأي طرف في المنطقة جاء ذلك خلال استقبال سياده الرئيس وفدا ضم وزراء واعضاء كنيسه اسرائيليين سابقين كما استعرض سيادته اخر المستجدات على الصعيد السياسي والمازق الخطير الذي يواجه العمليه السياسيه جراء سياسه الحكومه الاسرائيليه ودعم الاداره الامريكيه المنحاز لها واعرب اعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير لمواقف الرئيس الملتزمه بتحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي والحفاظ عليها رغم انف الحكومه اليمينيه الحاليه والدعم الاعمى من قبل واشنطن أكد رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أن السلطات الأمريكية أغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني وألغت تأشيرات الإقامة لعائلته وطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة على الفور. ونقلت مصادر فلسطينية أن السلطات الأمريكية اتخذت هذه الإجراءات رغم أن تأشيرات الإقامة سارية حتى عام 2022. كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن خطوات ستقوم بها القيادة الفلسطينية للرد على اغلاق مقر منظمه التحرير في واشنطن ابرزها نقل التمثيل القنصلي في الولايات المتحده الى مكتب الجامعه العربيه. وقال المالكي ان القياده الفلسطينيه لديها الكثير من الاجراءات للرد على الخطوات الامريكيه واهمها استمرار الحراك في المحكمه الجنائيه الدوليه وبالتالي الانضمام للمنظمات الدوليه حتى تنسحب الاداره الامريكيه وتعزل نفسها. ننتقل الي عناويننا المتفرقه لا. قبل ختام هذه الفقره الاخباريه الصباحيه اعلن تطبيق التراسل الاشهر واتساب اطلاق ميزه جديده والتي من المتوقع ان تغير الشكل الخارجي للتطبيق الذي بقي علي حاله منذ نشاته وأشارت تقارير إلى أن واتساب سمت الميزة الجديدة خاصية الظلام كجزء من تحديثاتها في التطبيق والتي ستغير واجهة المستخدم المتبعة منذ عام 2009 التي تعمل على تخفيف حدة ضوء الشاشة عند استعمال الهاتف ليلا والتقليل من استعمال البطارية إلى شأن آخر وفي مفاجأة غير متوقعة من شركة أبل الأمريكية اعلنت انها بصدد تغيير نوعيه شاحن الهواتف الجديده بما يتلاءم مع هذه الاجهزه ومن المنتظر ان تحتوي علب هواتف ابل الجديده على شاحن يقول خبراء انه يهدف الى شحن السريع للجهاز ستمكن هذه الخطوه من الشحن السريع للهواتف الذكيه الا ان بعض المستخدمين لن يكونوا قادرين على توصيل هواتفهم بالملحقات واجهزه الكمبيوتر اما الان فالى الزميل وائل عواد يسعد الصباح يا وائل صباح الفل امير وعفاف واتمنى لكم يوم سعيد وائلك ايضا نتمنى لك ايضا, أيضا والبداية من الناصره من الناصره يبدو بان كلما اقتربنا من لحظه الحسم للانتخابات 30 اكتوبر 30 10 يوم الانتخابات كلما الامور تصبح يعني درجه الحراره فيها مرتفعه اكثر وكل مرشح عم يتباهى من قوسين بضبط النفس اللي عنده ويظهر ايضا المشاكل الموجوده عند المرشح الاخر على الاقل على المستوى الاخلاقي بس هم بدي اعلق قبل الناصر انه في بعض البلدات العربيه بيوقعوا على بيان اخلاقيات وانه الانتخابات يجب ان تكون نزيهه نعم وخاليه من اي تجريم مثاك اخلاقي يعني بعرف اذا بدها مثاك اخلاقي الخرافيه المفروض انه هاي النظريه مفهومه ضمنا فيش حاجه نجتمع عشان نوقع على ميثاق أخلاق من يجتمع ويوقع على ميثاق استثنائي هاي بشكل عام يعني المنطق بقول لما تكون الاخلاق استثناء، اما لما تكون هي الإشي المركزي فيش حاجه للميثاق. صحيح. بكل الاحوال ما حدث في الناصرة الاعزاء المرشح وليد عفيفي رجل الاعمال وليد عفيفي تعرض الى شتائم مقززه فعلا مقرفه من قبل ثلاث اشخاص على الاقل وقسم منها فيديوهات انتشرت وقسم منها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الشرطه واخيرا تدخلت وقررت اخراج الثلاث اشخاص او تحذير الثلاث اشخاص وابلغتهم بان عليهم عدم التعرض للمرشح وليد العفيفي في بيان قائمة أو الطاقم الإعلامي المرشح عفيفي قال بأن هذول الثلاثة هن من داعمي قائمة ناصرة اللي برأسها رئيس بلدية الناصرة <applause> علي سلام وقال سنعمل على محاربة العنف الكلامي والذي هو مقدمة للعنف الجسدي ولكن حتى الآن لم يصدر بيان من قائمة ناصر الموحدة حول هذا الموضوع صحيح يعني بدات وائل هاي السلوكيات تظهر وانا كثير بس متابعه بس. <applause> انا متابعه صفحتي على الفيسبوك ومش بس بالناصري كمان ببلدات اخرى عم بيكون في هيك تراشق كلامي بين الداعمين للمرشحين من هذا الموضوع بدنا ننتقل وفي عندك تعليق على خطاب أي النائب عيساوي فريج نعم تعرفنا دائما نتحدث عن العنصرية في إسرائيل وأن العرب في إسرائيل يواجهون مؤسسات الدولة تواجههم بشيء, تواجههم بشيء من القسوة. النائب الساوفس فريج امبارح كان عنده تعليق ملفت للنظر قال بانه العرب يحظى بالحريه خصوصا اذا كان مجرم فوهن العنصريه يعني حتى اذا انت عرب في دوله اسرائيل اذا حتى اذا كنت مجرم حتى اذا كنت قاتل تخيل قديش ودودين معك طبعا سخريه بين قوسين إيه. تحظى بالحريه فاليوم من يوم ورايح ما حداش بيقدر يحكي عنصريه في اسرائيل العرب في اسرائيل حتى لو كان مجرما يبقى حرا يعني دع نوضح هذا الامر انا شاية. لم اسمع الخطاب ولكن في اي سياق اتى هذا جاء الحديث في سياق اطلاق النار على الطفل وليد ابو سيف عمره خمس سنوات م -م. من يافا واصابته بجراح حرجي خمس م -م. سنوات اطلقوا النار عليه حتى الان الطفل يصارع الموت في المستشفى ونتمنى له الشفاء العاجل عشان هيك طلع قال النائب أساو فريج بسخريه من الشرطه الاسرائيليه انه العرب يحظى بالحريه ويحظى بانه بشعر بانه ملك المكان فقط اذا كان قاتل ومجرم في باقي الحالات اذا كان مثل مثلا انت تحدثت عنه انسان ناشط سياسي ناشط سياسي له اراء يمكن تكون مختلفه عن التيار الاسرائيلي اليميني يعتقل وجيد ان تعرف اسرائيل بان الديمقراطيه هي ان نقول ما لا يعجبها ومش ان نقول فقط ما يعجبها يعني الديمقراطية انا اسمح لك أكون رايك حتى لو رايك لا يتوافق مع رايي ومش أن اسمح لك تكون رايك فقط اذا رايك بعجبني وملائم لإلي، هي مش الديمقراطية الديمقراطية فقط لقتل العربي لأخي... لأخيه العربي الآخر نعم يبدو انه هيك الصورة يا وائل وننتقل من خطاب النائب عيساوي فريج في الكنيست الاسرائيلي إلى قمر صناعي وقصص انتخابات نعم قمر صناعي، بيان يعني بلدية الناصر الجديد الأعزاء عفاف وأمير بقول بانه بدهن يطلقوا قمر صناعي في مدينه الناصره وبانه في ترتيبات لهذا الموضوع هذا الخبر تزف لكن بلديه الناصره بشرة فوزها في مناقصه بناء قمر صناعي ومقر ابحاث فضاء كمان واقمار صناعيه بالشراكه مع مؤسسه سما للتكنولوجيا الاقمار الاصطناعيه. احنا على بأزمة السير بدوار البيك قاعدين نفكر كيف نطلق قمر صناعي يعني <applause> بلكي كانت بشرة خير ممكن عبرت ممكن انه هذا هو الحل لأزمة السير بالناصر انه نصير نطلق اقمار صناعية من محل لمحل مثلا ينطلق القمر الصناعي من منطقة الخنوك ينزل في منطقة ام واصف مثلا للتجاوز كل أزمة السير الموجودة في دبوريا على فكرة قبل سنتين شفت بيان بالضبط زي هذا بشرة سارة لأهالي دبوريا قريبا في عندنا قمر صناعي بالفضاء صرنا نشتغل فتاف علي سلام شعاره طالعه طالع على الفضاء من يوم ورايح وفي كمان احدهم كان بنحط بالقمر الصناعي كل المعارضين يعني في, الحديث اكثر وائل عن الامور هات نقول المستحيله ربما انه تصير في مجتمعنا العربي اذا عم نحكي عن قمر اصطناعي فانا بذكر في الانتخابات المحليه السابقه في مدينه شفا عمر كانت واحده من الحملات الانتخابيه انه رح نجيب البحر على شفا عمر <applause> اه كان في بوستر هيك اللي آه وقال هاد موصلكاش البوستر شكله <applause> في شوف التصميمات لبحر حدش في عمر بالفوتوشوب سكوب بتعرفي طيب كل شيء ببلش خيال صحيح ويوما ما يتحقق وصار في بحر بس كان مالح اكثر من اللزوم <applause> احنا بشكل عام كل بدايه شتوات المجتمع العربي بيكون في بحر وكمان مسار صحيح. للبيانه صحيح. مقبلين بلشنا بالعد التنازلي يا وائل طب من هذا الموضوع بدنا ننتقل الى قريه العراقيب الصامده، ولكن اليوم في عندك كمان عنوان ملفت عن نحكي على عرس مقاوم نعم عرس مقاوم تماما يعرفه. كنت انا والزميل محمد طميش المصور المبدع في العراقيب اول امس يوم الجمعه وفي العراقيب التي هدمت حتى الان حتى اليوم 133 مره وبنيت 134 مره. العرس هو لحفيد الشيخ صياح الطوري شارك فيه المئات من الأشخاص وأعددنا هذا التقرير الذي لا أريد الحديث عنه طويلة بس ده كل شغلة صغير سألتهم وين بيت العريس فأشاروا لي إلى خيمة بسيطة هناك قالوا هذا بيت العريس هون قرر يصمد وهنا أتت زوجته وأعجبها وقررت أن تعيش هنا وأن تقاوم وأن تصمد وهي تعلم بأن لا سمح الله قد يهدم بيتها <applause> لل134 قريبا وستبني من جديد وسيهدم من جديد وستبني من جديد وقررت هنا أريد أن أقيم عائلتي عائلة على أرض الصمود أنا كل ما أذهب إلى هناك وخصوصا عندما أتحدث مع الناس ومع الشيخ صياح أشعر بخجل جديد نحن لا نقدم لهؤلاء الناس شيئا مما يستحقونه تصوير المبدع محمد طميش مونتاج المبدع إبراهيم عباسي نشاهد التقرير وسط الصحراء حيث لا شوارع ولا مدرسه ولا عياده صحيه ولا رياض اطفال ولا حتى ماء ولا كهرباء ولا غير ذلك. وفي بيوت من قماش وصفيح هدمت وبنيت نحو وأربعين مره في السنوات الثمان الاخيره يقام فرح جميل. العريس شهيب عزيز صياح الطوري حفيد شيخ العراقيب الشيخ صياح الطوري. عرس فيه صمود واستمرار واصرار ورساله لحكومات اسرائيل. سنوات السبعين كان جدي رحمه الله يطالب بحقه فقط. اما اليوم فتخيل ابي انا ابني الذي تزوج اليوم وبعد اربع خمس سنوات سيكون ابن ابني. انا تزوجت على قريه العراقيب وها انا اليوم ازوج ابني على ثرى قريه العراقيب انا اول شيء تولدت على قريه العراقيب وبنيت فرحي في قريه العراقيب وراح اعيش في العراقيب وساكن في العراقيب وبموت في العراقيب والحمد لله على كل عيش ولكن المشاعر متناقضة فما هي إلا أيام وسيدخل شيخ العراقي بالسجن فالمحكمة الإسرائيلية فرضت على الشيخ الذي يبلغ من العمر سبعين عاماً عشر اشهر من السجن الفعلي لأنه أبى أن يتنازل عن أرضه وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. صدق الله العظيم. أنا لم أقلق لا من عشرة أشهر ولا من عشر سنين لأني لي لا سرقت خزينة الدولة ولا زنيت في حد هالنساء ولا تاجرت في تجاره ولا سويت ولا اي حاجه اما يسعلوا هم بعضهم على ايش بيسعلوا قياداتهم كشعب يهودي سالت الشيخ صياح عن اناس انتهت سنوات عمرهم ولم ينتهي رباطهم يركضون هنا صامدون هنا الى يوم يبعثون ماذا يقول لهم امه وابوه والاجداد ماذا يقول لهم في ايام يفرح فيه بعرس حفيده وينتظر السجن في ان انا ليس اقول لهم انما هم حملوني امانه في رقبتي وحطوا هذه الارض امانه لا اساوم عليها لعندما اموت وان شاء الله عندما اواجههم في جنات النعيم حاقول لهم حملتني الأمانة وأنا شلت الأمانة وأنا على العهد اللي كان بني وبينكم على الأرض فلا دمي تشربه الأرض ولا روحي تهدى فاقتلوني أتحدى واصلبوني أتحدى واسرقوا كسرة خبزي أتحدى واهدموا بيتي وخلوه حطاما أتحدى وكلوني واشربوني اتحدى انا العاصفه الهوجاء في وجه المظالم انا النهر الذي يجري ويجري جارفا كل الطغاه انا بركان عشق للوطن العريس كُبر وترعرع على هذه الارض وشاف كل الجرائم الاسرائيليه على هذه الارض. والعروس كمان من عيلة الطوري ولها الحق في هذه الارض. وخذوا قرار التحدي والصمود وكما قال القائد توفيق زياد أيضا فلتسمع كل الدنيا فلتسمع سنجوع ونعرى قطعا نتقطع لكن لن نركع للقوة للفانتوم للمدفع لن يخضع منا حتى طفل يرضع يا عشيرة الطوري مبروك ما سويتم We'll be right back. مباركة جميع الأفراح في منطقة النقب ومباركة أيضا لحفيد الشيخ صياح الطوري كم. في منطقة النقب شكرا جزيلا الزميل وائل عواد على هذا الرصد وأيضا الطاقم المرافق محمد طميش وإبراهيم عباسي شكرا جزيلا على هذا التقرير كم. بالفعل مؤثر جدا بالفعل وكما أسلفنا أيضا في عناوين عددنا في البداية إن حلقتنا راح تبدأ بحلق بفقرة حوارية أولى حول موضوعين كثير مهمات ربما وهن من تبعات ايضا مشروع قانون القومي العنصري في اسرائيل، نحن نتحدث عن استمرار النضال والنشاط والمرافعه الدوليه وفي المقابل نتحدث عن مشروع قانون اساس لدوله ديمقراطيه متساويه متعدده الثقافات ومتساويه ايضا، الحديث اكثر حول هذه المحاور من رحب في ضيفنا الكريم في الاستوديو النائب يوسف جبارين عن القائمه المشتركه في الكنيسة يسعد الصباح دكتور يعني في البدايه قبل ما نفوت بمحاورنا المقرره دكتور خلينا نحكي عن الانباء اللي وصلتنا في صباح هذا اليوم عن استمرار ظاهره العنف وصباح هذا اليوم تم الاعلان عن مقتل شاب في مدينه ام الفحم جراء عمليه وجريمه طعن نعم هي انباء حزينه انباء حزينه في ام الفحم بهذه الليله وحزينه في مجتمعنا العربي في الفتره الاخيره كان ايضا يعني حادث القتل في عاره قبل ذلك في الريني وللاسف يبدو ان هذا المسلسل يستمر ويحصد يعني ارواح في مقتبل العمر من ابناء شعبنا ويعني هذا التصاعد عندما نراه بالارقام يعني نعرف مدى خطورته اذا تحدثنا عن يعني 58 قتيل في العام 2015 ثم 64 قتيل في العام 2016 ثم اكثر من 70 في 2017 نحن الان يعني ما بعد منتصف 2018 ونتحدث عن 40 قتيل من ابناء أهل... يعني شعبنا واهالينا في هذا الاحتراب الداخلي واعتقد يعني صرخه كل يعني انسان يعني عربي قلق على اوضاع مجتمعنا صرخته تقول الى متى ورسالته الى الشباب ان يحتكموا الى الحوار ان يحتكموا الى التسامح ان يحتكموا الى لغه العقل وعلينا جميعا الان ان نكثف قدر الامكان تصدينا يعني لموجة العنف لهذا الاستشراس وأن ندعو يعني كل هيئات لا. شعبنا وكل مؤسساتنا أن ندعو المدارس رجال ونساء التربية أن ندعو السلطات المحلية العربية أن ندعو رجال الدين في المساجد وفي الكنائس لا. أن ندعو كل يعني المسؤولين كل منا إلى أن يأخذ يعني الدور الاجتماعي المطلوب منه طبعا بالاضافه الى دور السياسيين في لجنه المتابعه ورؤساء السلطات المحليه حتى يعني قدر الامكان للجم هذه الظاهره <applause> وانا اريد اقول نحن الان على اعتاب انتخابات للسلطات المحليه العربيه وانا اقول ان موضوع العنف يجب ان يكون موضوع رئيسي في خطابنا وفي حديثنا عن هذه الانتخابات وكل مرشح اليوم لرئاسه سلطه محليه او لعضويه السلطه المحليه يجب ان ياتي مع برنامج كيف يريد ان يواجه ظاهره العنف ومن حق يعني اهالينا في كل بلده وبلده ان يسالوا كل مرشح لا يكفي ان تضع الصور ولا يكفي ان تضع الشعارات وانما يجب ان نسمع من كيف تريد ان تواجه قضية العنف المستشري، سهر. طبعا من ضمن مجمل القضايا هنا قضية يعني السكن والتطور العمراني، قضية التربية والتعليم وقضية المناطق الصناعية، كل هذا مهم ونريد يعني أن نسمعه من المرشحين ولكن تبقى الآن بالنسبة لنا قضية قد تكون أصبحت حياتية بدون مبالغة، قضية العنف وقضية الشباب ويعني من مهمتنا الآن أن نطلب من كل هؤلاء المرشحين طبعا هذا على الجانب السياسي ايضا ولكن الان مع اقتراب انتخابات السلطات المحليه ما هو برنامجكم لمواجهه هذه, يعني هذه الظاهره الخطيره الان و ادعوهم ايضا للاستعانه بمهنيين للاستعانه نعم. نعم. بمهنيين ولدينا الان طاقات مهنيه يعني كبيره تستطيع ان تساهم انا لا اقول ان العنف سينتهي خلال اسبوع واسبوعين ولا شهر ولا شهرين اقول ان هذا فعلا يعني عمليه مستمره من محاوله التغيير نعم. قد نرى نتائجها بعد سنوات ولكن مهم يعني ان نرى ان هنالك عمل على ارض الواقع وهناك عمل على ارض الواقع وان لم يكن ليس بالوتيره الكافيه صحيح ومثل ما ذكرت حضرتك هذا عمل تكاملي دكتور بدون شك ونتمنى انه عن جد يكون في اول سلم اولويات كل السلطات المحليه ننتقل مع حضرتك الى استمرار الحراك السياسي والنضال بما يخص موضوع قانون القوميه وما بعد عودتكم من الجوله الاوروبيه دكتور يعني حدثنا اكثر عن موضوع المرافعه الدوليه والنشاطات المقبله في الفتره المستقبليه القريبه نعم يعني حقيقة مهم لي أن أقول أن يعني نحن في القائمة المشتركة وفي لجنة المتابعة لم ننتظر تشريع قانون القومية لكي نقوم بالمرافعة الدولية يعني كنا في القائمة المشتركة في نهاية العام 2017 في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل ويعني عقدنا لا. اجتماعات هامة للتحذير من هذا القانون مه. ولكن يعني كما يعرف الكل يعني لم ننجح وكل المعارضه في اسرائيل لم تنجح في منع مه. تشريع هذا القانون في بدايه هذا العام يعني انا كنت ايضا في لجنه حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ايضا للاشاره الى مخاطر هذا القانون وكانت هناك رساله من رئيس لجنه حقوق الانسان الى وزيره الخارجيه الاوروبيه موغاريني تحذرها من مخاطر هذا القانون وللاسف يعني هذا هذه المحاولات الدبلوماسيه بالاضافه الى عملنا البرلماني وعملنا الشعبي لم تنجح في مواجهة رغبة نتنياهو بتمرير هذا القانون وبتشريعه والاعتماد عليه كما يبدو أيضا في الانتخابات القادمة كإنجاز أساسي هو, هو يراه الآن ما بعد تشريع هذا القانون نحن كنا يبقى عملنا الأساسي وداخل البلاد في استمرار المواجهة البرلمانية في استمرار العمل يعني الشعبي والكل طبعا يذكر يعني مظاهرة تل أبيب <applause> للتصدي لهذا القانون ولرفض يعني ما يحتويه من مضامين يعني عنصرية وتمييزية هنالك أيضا الجانب القضائي وهنالك عدة التماسات تم تقديمها ونحن كنا إلى جانب كل ذلك من المهم مواصلة الضغط الدولي ومواصلة يعني رفع الوعي الدولي لهذا الموضوع الخطير وفي محاولة أيضا لتجنيد رأي عام دولي يضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القانون مهم لي التوضيح نحن نتحدث عن هذا القانون ولكن في كل عملنا الدبلوماسي نحن لا نحذر فقط من بنود هذا القانون، نحن نحذر من المشروع الكبير الذي يحمله هذا القانون وهو مشروع التنكر لاقامه دوله فلسطينيه لحق الشعب الفلسطيني التنكر لحق الفلسطينيين في اسرائيل للمساواه الكامله والاعتراف بهويتهم القوميه والوطنيه فبالتالي يعني القانون بالنسبه لنا كان فرصه لنتحدث عن المشروع نعم. الان المشروع الايديولوجي اليميني المتطرف الذي تقوم يعني حكومه اليمين في اسرائيل بتطبيقه عدنا من جولة في اعتقادي كانت يعني ناجحة يعني نسبيا في الاتحاد الاوروبي، شملت لقاء مع وزيرة الخارجية الاوروبية، لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورغ وهو يعني وزير خارجية فاعل ضمن مجلس لا. وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وفي اعتقادي يعني أهمية العمل الدولي تكمن أيضا في الاستمرارية، فعلينا الآن الاستمرارية في يعني التواصل مع الاتحاد الاوروبي، ولكن الآن وهذا الاسبوع تحديدا نريد ان نصل الى عناوين مؤثره داخل الامم المتحده في جنيف هنالك مجلس حقوق الانسان ولكن هنالك مؤسسات دوليه هامه منها اتحاد البرلمانيين الدولي منها مفوضيه حقوق الانسان بالاضافه طبعا الى يعني مجلس حقوق الانسان ويعني المسؤولين الامميين سيكون وفد من لجنة يعني المتابعة العليا القائمة المشتركة برئاسة رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد بركي لفعلا عقد يعني مجموعة من اللقاءات الهامة لهذه العناوين، بعض هذه العناوين الأممية تواصلنا معها حول هذا الموضوع وتحديدا أقول تواصلنا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، تواصلنا أيضا مع رئيس اتحاد البرلمانيين الدولي تقدمنا بشكوى رسميه الى الامم المتحده حول خطوره هذا القانون واسقاطاته على مكانتنا وعلى حقوقنا، والان تاتي هذه الزياره لمواصله هذا العمل ويعني هي لقاء شخصي للحديث عن يعني مخاطر هذا القانون نعم. هنالك ايضا يعني برنامج يعني ندوه في مجلس حقوق الانسان في جنيف، ايضا تتمحور حول هذا القانون مره اخرى يعني الى جانب رفع يعني المستوى تفهم يعني العالم لما نطرحه هنالك ايضا الجانب العملي بمواصله العمل على الشكاوى الرسميه التي تقدمنا فيها لمؤسسات الامم المتحده عظيم في الحديث عن طبيعه اللقاءات المرتقبه في جنيف واللي راح تكون فيها انت والسيد محمد بركي دكتور هل عم نحكي عن طبيعه لقاءات تقتصر فقط على المشاركه ربما في القضيه ام هناك سقف توقعات اعلى قليلا. الحقيقه يعني التحدي على مستويين، المستوى الاول ان نصل الى هذه يعني المؤسسات الدوليه الهامه ان نطرح قضيتنا وان نوضح لماذا يعني نرى مخاطر هذا القانون واسقاطاته، وبدون ان نقوم بذلك لا يوجد من يقوم بذلك، بمعنى أنا ان نعم. اننا بحاجه الى الوصول لهذه المؤسسات ويعني طرح قضايانا. الامر الثاني وما بدات به يعني باجابتي الاولى أن نحن تقدمنا بشكوى رسمية إلى مؤسسات الأمم المتحدة مم. وإلى اتحاد البرلمانيين الدولي هذه الشكاوى بحاجة الآن لأن نواصل العمل أمام هذه المؤسسات الدولية لمتابعتها فبالتالي نريد فعلا نريد أن نضمن ان ما تقدمنا به بشكل الان يعني يتابع بشكل رسمي، نريد ان نضغط على هذه المؤسسات لكي تضع هذا الموضوع في يعني سلم اولوياتها، نحن نعرف الامم المتحده هنالك ما لا نهايه من صلح. القضايا التي تتابعها، فبالتالي نحن بحاجه للوصول الى هذه المؤسسات وطرح هذه القضيه وان نطلب بشكل واضح ان تكون في سلم الاهتمامات. على الجانب العملي يعني سيكون لنا ايضا لقاء مع مقرر الامم المتحده الخاص لحقوق الاقليات القوميه وهو زار البلاد يعني في شهر ايار الاخير وعقدنا جلسه وتحدثنا ايضا عن قانون القوميه اليهوديه، الان نريد يعني ان نتدارس معه ما هي امكانيات العمل امام الحكومه الاسرائيليه وبالطبع الحديث على مستويين، يعني مستوى يعني اتخاذ قرار يعني يرفض هذا القانون ويدينه ويقر بانه يتعارض مع التزامات اسرائيل الدوليه على الجانب الحقوقي نعم. الجانب الاخر هي هو السؤال العملي اكثر ماذا يعني يمكن ان يكون مطروح على يعني صعيد هي الضغط على اسرائيل في علاقة الامم المتحدة مع اسرائيل نعم دكتور لما نتحدث عن اقتراح قانون اساس دولة ديمقراطية متعددة الثقافات ومتساوية بهمنا نسمع من حضرتك يعني عن هذا الاقتراح ولكن لما مجرد أن نذكر قانون اساس ودولة ديمقراطية متعددة الثقافات ومتساوية هذا يناقض جوهر قانون القومية طبعا هذا هو الهدف ولكن وضح لنا كيف رح تكون المعادلة نعم يعني في في تصدينا لقانون القومية هنالك أهمية أن نشرح لماذا نرفض هذا القانون وما هي مخاطره، ولكن يعني رأينا ايضا كقياده سياسيه ان نطرح ماذا نريد وليس فقط ماذا نرفض، وعلى الجانب ماذا نريد؟ يعني بادرت الى صياغه مقترح قانون يعني الدوله الديمقراطيه متعدده الثقافات والمتساويه وقع عليه كل اعضاء يعني القائمه المشتركه فلذلك هو يعني فعلا مشروع سياسي يمثلنا من ناحيه ما هي المطالب الجماعيه التي نريدها كيف نريد يعني ان نرى الدوله التي نريد ان نعيش بها فبالتالي الان نطرح هذا القانون بالخطاب الديمقراطي والانساني والحقوق الانساني الذي يحمله نطرحه الى العالم كالبديل الذي نحمله <applause> و... وانا اقول في ذلك ايضا أنا آمل محاولة لإحراج الخطاب العنصري على الإسرائيلي إسرائيل تعرض نفسها في العالم واحد الديمقراطية في الشرق الأوسط على أرض الواقع تقوم بتشريع قوانين عنصرية وتمييزية نحن الآن نأتي يعني أقلية قومية في البلاد نطرح مقترح قانون ديمقراطي يتماهى كليا مع عمليا أسس القانون الدولي وأسس الديمقراطيات في العالم وبالتالي خطابنا يصبح هو الخطاب يعني ليس فقط الاقرب بل هو نعم. الخطاب الذي يعكس الخطاب الدولي حول حقوق الانسان والديمقراطيه ونحن نقول على ارض الواقع نحن خطابنا خطاب الاقليه العربيه في البلاد اصبح هو واحه الديمقراطيه في صحراء التمييز والعنصريه لحكومه نتنياهو وللتشريع الذي نشهده الان وانا برأيي هذا تحدي مهم نحن نعرف ان قانون الاساس الذي نطرحه وهو قانون بديل وهو قانون يعني ديمقراطي لقانون القوميه اليهوديه نعرف انه الان لن يمر ونعرف ان يعني اليمين في اسرائيل هو اليمين المسيطر ولكن على المستوى يعني التحدي اولا هذا يعني كان امر هام على مستوى ايضا يعني عندما نجلس مع يعني قيادات دوليه ومحافل دوليه نقول لهم انظروا ماذا نقترح نحن نقترح ما تكتبونه في المواثيق الدوليه نحن نطرح خطاب ديمقراطي في المقابل ولكن السؤال دكتور يوسف جبارين هو عن قوه قرار كهذا يعني في حال تم تمرير قرار كهذا في الكنيست الاسرائيلي قوه قانون كهذا امام قانون عنصري من الدرجه والمستوى الاول كقانون القوميه يعني بلا شك ان الان هنالك يعني انا تحدثنا عن استشراص بلا شك ان هنالك استشراص في اليمين وراينا خطوره قانون القوميه ليس بتشريعه وانما لانه يعكس برنامج حكومه اليمين يعني هذا البرنامج المتطرف ويعني نقول هنا ونكون ايضا خارج البلاد ان قانون القوميه على ارض الواقع يطبق يعني هو يطبق في العلاقه مع الشعب الفلسطيني من خلال توسيع الاستيطان والتنكر لفكرة إقامة دولة فلسطينية بحدود 67 هو يطبق أيضا في العلاقة مع المواطنين العرب من خلال التنكر لحقوق أساسية. هذا يعني هذا نضال متواصل يعني بمعنى جميل. نحن نعرف لن يعني لن نعود من جنيف بقرار بالغاء قانون القوميه ولا خل... هذا نضال مستمر نعم. واهميه و... برايي هذا الموضوع هي الحاجه كل الوقت للإستمرارية والتواصل بمعنى انت لا تستطيع ان تذهب الى المؤسسات الامم المتحده او الاتحاد الاوروبي مره في السنه وتغيب وتتوقع ان تحدث نتائج انا يعني لا أفاجئكم اذا قلت في الاتحاد الأوروبي مثلا في اليوم الواحد يزره العشرات من ممثلي السياسات الإسرائيلية ممثلي السفارة ومؤسسات اللوبي اليهودي ومؤسسات اللوبي الصهيوني فبالتالي هنالك عمليا كل الوقت محاولة تحشيد رأي دولي داعم لإسرائيل ونحن نرى أيضا التأثير للأسف اليوم بعض الدول الأوروبية تعلن دعمها لاسرائيل بشكل واضح، اذكر هنغاريا، اذكر تشيكيا، بولندا، رومانيا وهذا يصعب يعني الان عملنا ويصعب ايضا عمل الدبلوماسيه الفلسطينيه في يعني مواجهه مثل هذه المشاريع القوانين. على الصعيد الدولي على صعيد الامم المتحده قد تكون الان الامكانيه يعني مفتوحه اكثر لقرار ادانه من يعني الجمعيه العموميه للامم المتحده ولكن برايي ايضا يعني من الممكن في البحث عن محاوله ضغط جديه يعني التوجه لمؤسسات ذات التاثير منها منظمه الاو سي دي ونحن توجهنا نعم. لمنظمه الاو سي دي على امل فعلا ان يكون لك تحرك، هنالك اتحاد البرلمانيين الدولي، وهدفنا ايضا ان يكون لك جو عام يضغط على اسرائيل، على فكره يتحدثون الان عن مسابقه الغناء الاوروبي في اسرائيل الأروفيزيون وانا ارى كيف ان الجو العام الذي يعني ينتقد حكومة إسرائيل أدى الآن أن العشرات من يعني الفنانين, الفنانين انسحبوا, انسحبوا وهنالك من يوقع على عريضة لمقاطعة يعني هذا النشاط فبالتالي أنت يعني تراهن على المؤسسات الدولية تراهن على الحكومات في الدول الأوروبية وفي العالم بشكل عام ولكن أيضا تراهن على رأي عام. تراهن على راي عام من خلال فنانين ومبدعين ولكن ايضا من خلال شركات ورجال اعمال وشخصيات ايضا يعني دينيه واجتماعيه مؤثره وهذا هذا مجهود جماعي، مجهود تراكمي ومجهود بحاجه لاستمراريه كل الوقت. عظيم، اذا انتقلنا له المشهد الداخلي ربما اكثر والحديث عن الانتقال الى مستوى اخر. في النضال الشعبي داخليا وايضا التعبئه على جانبي الخط الاخضر ذلك اثر اجتماع رام الله عندما اجتمعتم مع القوى الوطنيه والفصائل جميعها وقررتم الاضراب الموحد لجميع ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجدهم اهميه خطوه من هذا النوع اهميه توحيد هذا النضال بين الفلسطيني في كل اماكن تواجده نعم، يعني كما قلنا أن التصدي لقانون القومية اليهودية بالخطورة الكبيرة التي يحملها بحاجة لتضافر الجهود في كل المستويات، نعم. فلذلك تحدثنا عن الجانب البرلماني والجانب القضائي والجانب الدولي ولا شك وهذا يعني ما أشدد عليه في حديثي، يبقى الجانب الشعبي والنضال الجماهيري برأيي هو الأساس. <applause> من هنا كان هذا النشاط في تل ابيب في اعقاب ايضا نشاطات في بلداتنا العربيه والان نحن مستمرون بهذا المجهود وفعلا كان هنالك يعني تواصل انا في اعتقادي رائع على المستوى يعني الوطني الفلسطيني القيادات الاقليه العربيه داخل البلاد في لقاء <applause> مع ممثلي ايضا يعني المنظمات والفصائل الفلسطينيه باتجاه عمل وحدوي والقرار هو باعلان الاضراب العام والشامل لكل الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده في الاول من يعني الشهر القادم من من اكتوبر تشرين الاول وانا برايي ان هذه ستكون فعلا رساله جماهيريه قويه. اولا هذا يوحد كل الشعب الفلسطيني في رفضه لهذا يعني المشروع الصهيوني الجديد الذي يهدد يعني كل كيان شعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني ولكن أيضا هو رسالة استمرار التحدي واستمرار التصدي واستمرار العمل الشعبي الجماهيري أمامنا أسبوعين الآن هذا التحشيد الجماهيري ودعوة يعني أبناء شعبنا دعوة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده وهنا داخل إسرائيل دعوة القيادات المحلية والأحزاب إلى التحضير لانجاح يعني هذا الاضراب لتكون رساله قويه مع اهميه كل ما تحدثنا عنه عن العمل الدولي وعن العمل امام المحافل الدوليه يعني لا تكتمل الصوره بدون هذا الجهد. بدون هذا العمل بدون هذا العمل عندما يعني نعقد هذه الجلسات ونقول انظروا كيف سيكون لك اضراب لكل المجتمع الفلسطيني ولكل شعبنا عندما نقول انظروا كيف خرج عشرات الالاف الى الشارع في تل ابيب للتصدي لهذا القانون ورفع صرخه احتجاجيه نحن نعتمد على هذا الصوت فبالتالي عملنا الدولي هو مكمل ايضا لعملنا الشعبي وعملنا جميل. الجماهيري وانا يعني فعلا من خلال برنامجكم اريد ان ادعو يعني قياداتنا اهالينا كل ابناء شعبنا فعلا الى التحشيد لإنجاح الإضراب في الأول من الشهر القادم هي أيضا الذكرى الثمنتاش لهبة يعني القدس والأقصى وسقوط الشهداء من أبناء شعبنا بما أيضا يعني حمله من تضحيات للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني صحيح. علينا ان نستمر بهذه الوتيره وتيره العمل الشعبي الجماهيري الى جانب طبعا عملنا البرلماني وعملنا الدولي الذي تحدثنا عنه يعني متامل نكون في تجاوب كامل مع هذه الخطوه لاهميتها دكتور وايضا لاهميه هذه المرحله اللي صحيح. احنا فيها نشكر حضورك معنا في هذا الصباح بس. نائب دكتور يوسف جبرين وبهيك بنكون نعم نختتم فقرتنا الحواري الاولى واكيد احنا راح نكون متابعين مع مشاهدي فضائيه مساواة كل هذه الخطوه وكل هذه المناسبات الوطنيه ايضا وندعو مشاهدينا فعلا انه يشاركوا في هذا بالفعل. الاضراب العام بالفعل ومن السياسه ننتقل الان الى الرياضه لنشوف شو محضر لنا عضلات عضلات لا <applause> <applause> تمارين تمام شو صاير معي <applause> <اليوم. لعدلات الجسم. تصفيق> تمارين عضلات الجسم تمارين عضلات للجسم يلا من فيكتورز بليس اليوم بدنا نسوي تمارين رياضيه بدنا نبلش بتمرين صدر لازم قبل نعمل طريق التحمي للعضلات في الجسم عن طريق آلة المشي او نقدر نعمل كمان تمارين واحنا محلنا مثلا نبلش نعمل ايدينا لفوق نرفع نشد عضلاتنا على الجوانب الشقة الثانية ايدينا دغريات شدوهم على جنب الايد الثاني ايدين دغريات بالعكس الايد الثاني ندخل عضلاته ناخذ نفس غميق نحرك الاجرين ونبلش نبلش محلنا أجرين، هاي الطريقة نفع نساوي أجرين كمان لفوق عشان نحرك عضلات البطن أكتر بدنا بطيء، بدنا نساوي هيك رجلين كمان على جنب نفس ونبلش نبلش بتمرين تدر بدنا نعين الميجنا حسب كل واحد وزنه وجسمه نعينها مضبوط نقعد بطريقه مستقيمه ظهرنا على الاخر مشدود رجلينا على الارض ايدينا دغريات نمسك هنا على نفس المستوى الايدين ناخذ نفس حسب كل واحد اذا متقدم ولا مش متقدم بنساوي الرقم هسه انا بساوي مثلا إيه 12 في ثلاث مرات بعيد ثلاث اعادات على الميجنا بنبلش إيدينا دغريات عباعد. منسكرينش على بعض ما على الآخر بناخد نفس نرجع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 متريح 30 ثانية هسه انا بدي ازيد الوزن لان اول شيء ببلش بوزن خفيف بعدين بصير ازيد بطلع بالوزن حسب كل واحد وقديش بيقدر يزيد الاوزان إيه كل شو مناسب لجسمه بدنا نعرف كيف نعينه عشان هيك بنقدر نسال مدرب او اذا لحالنا بالبيت عندنا هاي الاله إيه بنقدر نسويها حسب كيف بحس الجسم يعني بنقدرش نشد على اكثر من اللازم على الجسم عشان تقدروا تكملوا التمرين للاخر وفي عندنا كمان كثير تمارين نسويهن نأخذ نفس مرأة ثلاثين ثانية ، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، نفس، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثني عشر نقدر نعيد التمرين كمان او نقدر نعمل 12 في 3 او 10 في 4 حسب قديش احنا متقدمين بالتمرين هسه بننتقل من... للتمرين اللي بعده كمان صدر هسه بنروح على الميجن الثاني نعمل تمرين كمان للصدر للصدر الاعلى نعين نحط ايدينا بالضبط وين لازم يكونوا على النقطه الصح بنركز حالنا مظبوط بناخذ نفس نرفع نفس بننزل لعند الصدر ونطلع نطلعش على الاخر عشان ما نضايقش المفاصل ننزل نعد كمان مره 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بنرجع الماكينه لمحلها نفس نعيده كمان او 12 في 3 او 10 في 4 او حسب كل واحد وبرنامجه كيف بيحضر له اياه المدرب هسه احنا بنساوي تمارين اللي بنقدر نسويهن كمان بالبيت نفس التمارين هذولا بس وزن الجسم تعال افرجيكم كيف في فرشه بناخذها نحطها ناخذ تقاليتين حسب كل واحد ايش ملائمه الوزن من نعم طبعا الزوايا مش زي المياجن بس نقدر نسويهن نعين حالنا ايدينا دغريات على مستوى جسمنا بنفتح كمان بنساوي 12 في 3 او 10 في 4 وهيك بنقدر نسوي كمان بالبيت تمارين نقدر نساوي زي التمرين اللي سويناه اول بنلف حالنا بوش اب كمان بيشتغل على السدر حط ايدينا هيك جسمنا دغري مش مطوعج ولا رافع لفوق نهتم كثير انه بطننا دغري مشدود رجلينا دغريات الجسم كله مشدود ننزل كل ما فتحنا ايدينا اكثر بيكون اصعب واحسن كل ما صغرنا بنصير نشتغل على الايد الورانية كمان 12 و 3 نفس 9 10 11 12 وهيك اشتغلنا على عضلات الصدر بنشوفكم بالحلقه الجايه يعطيك العافية يا فيكتور على هاي التمارين الصباحية بالفعل اللي بيقدر يعمل هاي التمارين كل يوم الصبح بيكون كتير 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 محظوظ احنا مش كتير بنقدر عشان الوقت يعني احنا في كتير بكير في برنامج صباحي وهك... بيكون كثير حم ورطوبه وصيف وهيك فمش اكثر شيء مريح طيب مثل من هيك هاي الغوص في رحله رياضيه الى الغوص في رحله اخرى رحله العمر والحديث عن رحله تدريبيه لاكتشاف وتطوير الذات تفاصيلها حيثياتها ربما والانتساب لها كل هاي محاور رح نناقشها في هذه الفقرة مع ضيفاتنا الكريمات ألفة عازم دسوقي صباح الخير أهلا وسهلا مرحب فيك أيضا منرحب بأسماء ريان صباح الخير صباحنا. وبآسيا صالح يسعد صباحك يسعد صباحك في البداية كألفت يعني لما عم نحكي عن رحلة من هذا النوع لنعطي للمشاهد أكثر تفاصيل أكثر حيثيات على أي مشروع حياة عم نحكي <تصفيق> إيه <تصفيق> على أي مشروع حياة أنتوا مقبلات إيه بحب تشاركينا إيه أول إشي صباح الخير إليك وصباح <applause> الخير لكل <اللي> عم يشاهدونا <applause> إيه أنا بفكر أنه رحلة العمر يعني كان الاقتراح مقبول بالنسبة إليه وشجعته وحبيته وفكرت اني انضم واكون جزء من هيك مشروع لاني عم بفكر انه كل الاحباطات السياسية والاجتماعيه اللي عم نعيشها مشروع من هالنوع ممكن كثير يكون محفز لكثير نساء انها تعبر تجربه تخوض تجربه اللي من خلالها ممكن احنا نكون زي مصدر الهام لكثير نساء بعشان نقدر ان نتطور ونكتشف ذاتنا اكثر ونطور ذاتنا اكثر ونحاول انه نشارك بعض في تجاربنا حتى نستفيد اكثر من تجارب الاخر حلو. أنا اليوم بعد ما قطعت مشوار كثير طويل وكان جدا شائك وعملت انجاز كبير كثير كبير اللي كان نتاجه مشروع جدا كبير معروف اليوم في المنطقه عامة بفكر انه وصلت لمحل كثير منيح بس بفكر انه في امكانيه اوصل لمحلات ابعد وهذا الشيء وهي الرحله وهذا المشروع بفكر انه ممكن تضيف لي من تجارب الاخريات اوصل لمحلات ابعد نوسع افاقنا اكثر نخرج من الصندوق ونحاول نكون بمحلات افضل جميل, جميل, جميل جدا ألفت نذكر حضرتك سيده اعمال وخبيره في مجال تصميم الازياء وقديش يمكن في كل قبعه امير دائما بنقول انه المراه بمجتمعنا في عندها تحديات ضعف يعني ألفت عم بتقول انا اليوم يمكن وصلت لاكتفاء وعندي مشروع م. جدا ناجح ولكن بتفكر انه بعد اذا بتاخذ التمكين رح توصل ابعد وابعد مش بس تمكين كمان يعني تطوير وكانه في شعور عفاف ومتاسف انه عم بحكي عن واقع هالقد مرير انه المراه عشان تاخذ اللي بدها لازم تكون احسن من الزلمه بعشر مرات لا هي في وكانها كل يوم لازم يكون عندها اثبات صحيح لنفسها صحيح؟ وللاخر إنها هي فعلا قادره تغير وقادره تثبت نفسها وقادرة تتميز بالمجال اللي هي فيه أنا بالنسبة إلي هاي تجربة المصلحة وإني أكون سيدة يعني سيدة أعمال وأفوت على عالم البزنس كان بالنسبة إلي بعيد أنا تعلمت أشياء ثانية مختلفة كليا وجيت من محل ثاني آخر وكانت الامكانيات جدا جدا شحيحه ولكن كان في عندي اصرار وعزيمه اني اوصل لوين انا موجوده اليوم وبفكر اليوم حتى رغم اني كنت شوي هيك متوتره في بدايه حديثي بس بفكر اليوم اني انا ممكن اكون مصدر الهام لكثير سيدات وكنت حتى لانه انا صار 12 سنه بهذا المجال وعن جد انا بلشت من محلات كثير كثير صعبه وكافحت لحتى اوصل لوين انا موجوده فانا بفكر اني انا ممكن مجال. اكون مصدر الهام لاخريات وفي كمان اخريات اللي هن من من قبل كانوا مصدر الهام لي وشجعوني اني اقدم على هيك خطوات وأخوض هيك تجارب وبالاضافه اني كامراه في عندي هدف كامراه اني اكون وأعيش على هامش الطريق اكون مؤثره وين ما انا موجوده واعطي والنساء حسب رايي عندهم قدره هائله على العطاء اللي باي مجال بيكونوا ممكن يكونوا مبدعات ممكن كثير يعني ياثروا وانا جاي من هذا المنطلق جميل. فبفكر انه بنصح كل انسانه كل انسانه بتفكر انها تكون سيده اعمال او تبلش حتى بدايات صغيره وهيك ما تفكرش مرتين بس لجانب الرغبه ولجانب الحب الشيء وانه الانسان يوصل الاشياء اللي بده اياها يترك الواحد جميع الابواب المعرفه والعلم صحيح. صحيح. لجانب هاي الاشياء عشان يقدر فعلا يوصل لمحلات افضل واكيد من من خلال خبرتكم وتجاربكم كمان رح نقدم في نهايه الفقره نصائح للسيدات ونحكي كمان عن الدعم الفت قد مهم اسماء انتقل لحضرتك كمان كمان منك حابين نسمع شو الدوافع اللي خلتك تشاركي في هذا النشاط وباي جوانب بتتوقعي انه عن جد رح تاثر عليكي على المستوى الشخصي او المهني أولا شكرا لكم ولثقتكم فينا ودعمنا. أنا بحكي عن تشبيك الذات بين بعضنا، تشبيك بين النساء سيدات الأعمال الموجودات أولا هون بالمجتمع الفلسطيني، لازم احنا ما بكتفي إنه احنا فقط في فلسطين نكون التشابك بيننا، أيضا راح نكون مع تشابك سيدات الأعمال من من العالم العربي من العالم العربي المقيمات في المانيا منها بناخذ من ناخذ منهم كثير وسائل نتعلم كثير وسائل بين بعضنا ناخذ اليات لتسويق تسويق ذاتنا بالاول وايضا تسويق شغلنا طبعا لانه هذا هذا واحد من اسباب او الدوافع اللي بتخلي الانسان يتطور وبالذات المراه لما عم نحكي بتواجه كل هاي التحديات وبالتحديد لما عم نحكي عن مجال اللي بده تطوير دائم يعني على سبيل المثال اسماء أي مديره مركز تعليم في كفر برا نعم فهذا الـ هذا 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 المجال كمان بحاجه لتطوير فكري بالتحديد بشكل دائم ومتواصل نعم تحدي هو كان بالاساس تحدي المعهد عندنا طبعا كان تحدي لنفسي لاني كنت مدرسه بمدارس ثانيه بعد ما مريت بحادث طرق فقررت اني اعمل مديري اعطاني اني اشتغل على نطاق مجموعات فانا ما اكتفيت اني انا اكون نطاق مجموعه فقط في المدرسه ففتحت هذا المعهد لمجموعات كبيره تعليم الطلاب بعد الظهر ف هذه الافكار اللي عندي طورت كثير افكار صاروا كثير صاحبات الى صديقات اللي بيكونوا معي في انهم يعملوا زي هذا المعاهد بالاخص لان احنا النساء غالبيتنا بنشتغل لاوقات متاخره صحيح فاولادنا فاولادهم بيكونوا عندي انا فبساعدهم بحل الوظائف تقويه جميل جميل جدا هيك خلينا انت الى سيدي اسيا صالح مديره كليه الناصره لما عم نحكي عن تجربه نوعيه بالفعل من هذا النوع عم نحكي كمان عن انه المشترك في هيك تجربه لازم يكون على درجه عاليه من الجهوزيه ليأخذ مضامين معينه وتجارب ويشارك ربما خبرات ويشبك مع اناس اخرين. هاتي نحكي عن قديش مفروض بالفعل السيده او المشاركه تكون جاهزه لاستقبال كل هالمضامين. نعم صحيح معك حق اكيد الوحده تكون جاهزه لانه في في بتكون جواتها طموحات واحلام ابعد من ابعد من ما احنا نتخيل فاحنا بنمشي بهالحياه في عندنا طاقات وعندنا قدرات ربنا اعطانا اياها سبحانه وتعالى واحنا فينا نطور هاي القدرات والمهارات فلما الواحد عنده هاي الاحلام والطموحات فهي ما بتقف عند حد معين نعم. دائما التطوير هو دائما بيساعد في انك انت اكثر تنتج اكثر تكون الاشياء اللي بتقدمها في ذات جوده اكثر فمن هذا من هذا المنطلق الواحد بتكون جاهزه وعندها هاي الاحلام لولا ما هذا الحلم موجود الواحدة ما بتخطو هاي الخطوه رأى. كان في معايير معينه للانتساب او الانضمام لهاي الرحله صراحة مش هي معايير معينة إنما البرنامج بحد ذاته بالفعل فيه هاي المحفزات وطالما احنا عندنا كل واحد عندها مشروع معين لذلك طبعاً يعني طبعا بادوار قياديه لذلك امر التعرف على الاخر وامر او امر اكتساب المهارات الاخرى اكتساب كيف عندهم كل حدا عنده طرق ثانيه اكيد طوروها اكيد جميل. فلذلك احنا ليه ما نسعى لهي الامور بالعكس الانفتاح على العالم الاخر ودول اخرى بالعكس بعطينا كثير اشياء طبعاً. حتى الايه الكريمه في القران بتقول سبحان الله يعني وجعلناكم قبائل وشعوب لتعارفه فاذا التعارف هو امر وارد وموجود وبالذات عارف. لكل موضوع تطوير الذات وتطوير يمكن المصلحه ايا كانت احنا بحاجه لتبادل الخبرات هون والفت بدي ارجع لحضرتك بموضوع ذكرتي المسيري والرحله اللي مشيتيها وهذا المشوار اللي كان كفيل بانه اليوم ما شاء الله عندك مشروع جدا ناجح ولكن بدون شك حكيتي على كثير صعوبات ولكن لو ما تلقيت الدعم اللازم إن كان من المقربين من شريك الحياة من العائلة من الأصدقاء يمكن كان التحديات بتكون مضاعفة أكثر قديش اليوم مهم بالذات لسيدة الأعمال بمجتمعنا أنه عن جد يكون في الدعم حتى دعم لمشاركة مثل هذا المشروع في اللي ممكن يقول لك أوكي وصلتي ل... يعني اكتفي بالمحل اللي وصلتي له بس أنت دائما عم تطمحي للأكثر قديش الدعم كان واحد من اسباب النجاح والاستمراريه بالنجاح بالنسبه لك؟ ايه طلع عفاف انا بفكر انه كمان الإشي بيجي منا احنا داخلنا يعني اذا انا بكون عندي اصرار للمكان اللي انا بدي اوصل له. انا كمان بوفر إيه بيئه داعمه لإلي لا في عطائي لهاي البيئة اللي أنا موجودة فيها أنت لليوم لما تبني أسرة ناجحة على قواعد ناجحة فيها فيها حب وفيها عطاء وفيها تفاهم وفيها قبول للآخر وفيها كمان دايما طابع التشجيع وطابع الدعم فأنت بتخلقي أجواء ببيتك من هالنوع وخصوصا انا كان عندي كمان يعني مصدر الهام اللي هي امي، امي كانت سيدة مصلحة وانسانة كانت جدا محبوبة وكانت انسانة مكافحة ووصلت برضو يعني بحالها لمحلات كثيرة فبفكر انه الدعم اشي كثير مهم. ومن شريك الحياة بالأساس <applause> هذا أنا في عندي أنا بسميه أكثر صديقي <applause> مش زوجي <applause> لأنه عن جد صديق لي داعم في السراء وبالدراء محبة أولادي إليه محبتهم يعني هي العبطه اللي باخذها بعد يوم شغل هيك متعب وانا بشوفوكي قدوه ايضا يعني آه فينا بنكون قدوه احنا كمان في تطور ناجحة. دائم كلنا احنا بنشتغل كلنا على ذاتنا بالبيت هاي زي طبيعه تعودنا عليها انه كل واحد يكون داعم للاخر ليوصل للمكان اللي هو حابب يوصل له وبنحكي كثير عن اهدافنا وفي دائما في هذا في الحوار المفتوح عن الاهداف وعن كيف ممكن نوصل للمحلات اللي بدنا اياها وين ممكن نساعد بعض عشان نوصل للمحلات <applause> اللي بدنا <applause> اياها فحسب رايي طلع انك تكوني اليوم سيده اعمال وتديري مصلحه مصلحه اللي بدها هالكد جهود وبدها هالكد طاقات وبدها هالكد عن جد لازم يكون عندك توازن كثير كبير بين عده الادوار اللي بتاديها كل الوقت تحافظي على التوازن زي ما كل شيء بحياتنا لازم نحافظ على التوازن فيه لحتى يكون مزبوط فحسب رايي إشي مش كثير سهل بس مش مستحيل إذا الإنسان بده إذا الإنسان بركز على أهدافه إذا بحط كمان عائلته في مركز أهدافه أنا اليوم بفكر أنك أنت لما تنجح كصاحب مصلحة بكفيش النجاح ببدأ من العائله فعشان هيك حتى انا في في المحل اللي انا بديره اللي فيه بدير عشر عاملات يعني في المحل اللي انا موجوده فيه اللي هو واحد دار الازياء وحده الجمال اللي انا اليوم بحكي عنها بكل فخر اللي هي بتبيع يعني احنا اليوم ما بنبيع هي مش عمليه بيع وشراء عاده هي استراتيجيه اللي اساسها واهم شيء فيها هو المشاركه احنّا عم نشارك الزبون الزبونة بعتّم عشان متأسفة على الحكي بالعبرة لحتّى نوصلها للمحل اللي هي حابّة توصل له، أفضل محل ممكن توصل له عظيم فكمان نعم. بس بحب أضيف فكرة. كمان شيء بالنسبة لهي الموضوع، إنه بالنسبة إلي الشيء ال أكثر من عملية بيع وشراء، عشان هيك بحب دايماً أتوسع لما أحكي عن هذا الموضوع، فكثير بالنسبة إلي مهم عملية المشاركة وحتّى الأسرة إحنّا بنشتغل العشر وانا والعشر اشخاص اللي بنشتغل مع بعض احنا بنشتغل بطابع اسري لاني انا كثير بامن بالاسره فهناك نقطه الانطلاق فهي في البيت وكمان في العمل في <تصفيق> <تصفيق> وهذا الفت اللي ذكرتيه يعني يكاد يكون كمان مجاراه لسوق العمل واداره الاعمال في العالم اللي تطورت ووصلت لهاي المحلات، اذا بدي انت الا اسماء، اسماء الفت حكت عن ربما الإشي أو الدائرة الضيقة عفوا يمكن الأصدقاء العائلة شريك الحياة ودعمهم إلها في الوصول لإشي ما بدها معك اكثر بدي اسال عن المجتمع بشكل عام قديش اليوم بتلاقي انه المجتمع سهل عليه يتقبل امراه قياديه رياديه في اماكن معينه مبادره في افكار وصاحبه مشروع معين مستقل طبعا رح اعطيك معلومه كمان على حسب المجتمع انه اختاروني ان اكون عضوه مجلس كمان بـ بالقرية هذا يعني مثال ممتاز <تصفيق> <تصفيق> فهذا هذا الشيء يعني بزيد قديش هم يعني عندهم ثقة فيّ <applause> اه كمان الأهل عندي بالمعهد بفضل ربنا أنهم كثير صارت ثقتهم ب... بقصة النجاح اللي إحنا مرينا فيها كثير صارت ثقتهم بالمعهد يعني كان عندي ببداية إحنا قبل أربع أيام وفينا السنة للمعهد التعليمي والأهل الأهل اه طبعا بيجو... لما عملنا اللقاء مع الاهل كان قصص نجاحات كبيره من اللي تطورت عندنا إيه كان عندي تقريبا 50 طالب اليوم عندنا فوق ال 140 طالب في المعهد عندنا بفضل ربنا يعني بتلاقي كثير ناس اللي بتنتقد طبعا هلا بعد ما انا صار ظهوري اكثر يعني كسيده اعمال في في القريه عندنا وترشيحي لعضوه مجلس لكن بدك تتقبل الايجاب والسلب من عند الناس طبعًا. <applause> طبعا طيب ننتقل كمان لاسيا، واسيا كمان يعني لما احنا عم نحكي على زي ما ذكر امير مراه في منصب قيادي، في منصب اداري، كمان بدي اسالك على الشقين، كمان على قديش مهم لإلك للنجاح، وبدون شك المسيرة ما كانت وردية، يعني مثل أبداً. كل شخص فينا واجه صعوبات، واجه تحديات، قديش مهم لإلك دعم المقربين، وايضا دعم المجتمع، انه يمكنه مش يحبط المرأة اللي وصلت بتعبه وبمجهود لهذا المكان. اكيد طبعا العائله لها دور هام في في حياتي على لو مثلا لقيت صعوبات من زوجي من عائلتي اكيد يمكن انا انزل شوي ولكن زي ما حكت هون صديقتنا الفت انه الاصرار والعزيمه بتيجي من جواتنا بتجيش من برا وزي ما حكيتي كمان مش شيء وردي لا كثير صعوبات يعني مش سهل انك توصلي لهي المرحله هيك بيوم وليله ابدا امام امام كل قفزه بتصير الصعوبات اكبر حتى فانت بتتواجدي في امام تحديات كمان والتحديات كمان هاي بتعطيكي محفزاتك الاكثر لانك بالفعل انت كل مره بتوصلي مثل الافق يعني بتشوفي الافق انت لما توصلي لهذا الافق بتجي الافق اللي وراه بالعكس يعني هذا الإشي نابع من جوا اكيد وانت فيك تقنعي الاخرين مين انت وشو انت فدائما بقول انا القاعده المهمه هي كمان اقول الايمان بالنفس وبالذات وبالقدرات وبعدين كليات النتائج بتطلع على السطح وبتبدا امام الاخرين ساعتها انت يعني بتكوني بحالك صح وكل خطواتك بتشعري بس مع تقدم الوقت نوعية الأعباء بتصير مختلفة تختلف من وقت للتاني من فترة للتاني أه مع تقدم الوقت في في المصلحة أو في المشروع اللي انت فيه طبعا دائما انت بدك تضلك ترافق يعني او بدك تواكب الامور دائما في تجددات يعني الزمن ما بيوقف والاختراعات ما بتوقف ما في شيء بيوقف كل يوم حتى في نماذج جديده عقل يعني مثل العالم الفن عالم اي شيء في كل يوم, كل يوم كل يوم كل ساعه حتى في تجديدات لذلك انت بدك تضلك تواكب علشان انت تضلك في متجدد امام الكل يعني حتى ما بصير نضلنا في مرحله ما نضلنا هناك نجحنا وخلص نوقف هناك لا ابدا صحيح. جميل جدا، هيك روح عفاف لجوله كلمات اخيره ونصائح اخيره <applause> طبعا من نماذج بالفعل مشرفه لمجتمعنا تفضلي إيه انا بنصح كل سيده او كل انسانه او كل صبيه عندها حلم تفكر انه السما هو الحد تنصب اهدافها تركض على أهدافها تطرق خلال مسيرتها كل الأبواب أبواب المعرفة أبواب التعليم وأهم شيء تآمن في نفسها ودائما عك... تبرمج عقلها الباطن إن هي قادرة فعلا إنها تكون ناجحة وإنها تكون مؤثرة وين ما هي موجودة وأنا بفكر إنه كلنا بنقدر نكون ناجحين وكلنا... كل واحد طبعا بمجاله أو بالإشي اللي هو بحبه أو الإشي اللي ممكن يكون مبدع فيه وركزي على حالك ركزي على نقاط القوة اللي عندك وطوريها ونقاط الضعف عالجيها وكملة السما هو الحد وأنا بفكر إن حتى بالذات المرأة الفلسطينية فعلا عندها قدرات خاصة وبتقدر توصل كثير لمحلات وخرج من الصندوق وما تخليش حدا يقرر لك مين أنت ووين أنت وشو ممكن توصله رائع على كلمات ملهمة أسماء كمان نسمع منك نصيحة أخيرة بتحبي تقدميها لكل المشاهدات أهم شيء أنها الإنسان المرأة تأمن بنفسها بثقتها في نفسها في التحديات اللي هي تمشي عليها ادراكها واحساسها وافكارها ما في حدود ما في حدود ان للتطور في في العالم سواء بفلسطين جوا او بخارج فلسطين وان شاء الله كل امراه تكون في س... يكون لها حلم تحققه بحياتها ايضا ست اسيا انا بقول كل انسان قادر كل انسان ربنا وضع فيه قدرات معينه يعني من اصغر المهن حتى اعلاها لذلك الانسان لازم يامن في نفسه وبالفعل لما تامن في نفسك سواء سيده او رجل او اي انسان في اي مكان ايمانه في نفسه رح يعطيه لي كثير بالذات يركز على الاشياء اللي ربنا وهويها هو راح يكون مبدع شكرا جزيلا لحضوركم شكرا جزيلا على طاقاتكم ومدخلاتكم الرائعه شكرا اسيا صالح انا اعتذر بدي اقول التعريفات لانه في بدايه الفقره هيك راحوا من بالي اسيا صالح مديره كليه الناصره ألفت عازم دسوقي سيده اعمال وخبيره في أعم. طبعا انا المدير الاداري في كليه بيت بير فرع الناصر مش الكل... مش فر... مش الكليه بيت بير فرع الناصر عازم دسوقي سيده اعمال وخبيره في مجال ال... الازياء والتجميل و... أيضاً اسماء ريان مديره مركز تعليمي في كفر برا <applause> <applause> انا كمان احاول اعدل شيء مش التجميل الازياء الازياء <تصفيق> <عالم> <تصفيق> الازياء واهتمت باطلالتي اكثر من مره الرائعه الفت شكرا لك ملهمات آه ورائعه السر <applause> انه آه. الفت طبعا آه. شكرا بنفع اصير اجي لعندك ولا طبعا بنفع اسمع <applause> بدنا لاين للشباب صار يا يعطيكم العافيه <applause> ملهمات شكرا لكم وانا شخصيا اعطوني كثير طاقه ايجابيه واحنا لما بنقول هاي نماذج مشرفه انه برغم كل الصعوبات والتحديات بمجتمعنا المراه عم تقدر تشق هذا الطريق وتوصل لنجاح ومش بس توصل تطمح لنجاحات اخرى ما خلصش الموضوع هون من النساء الى النساء نعم بالضبط بعدنا عم نحكي عن صحيح. المضامين النسويه ونحن في غمار هذا العالم من المضامين النسويه والتحديات المختلفه في مجالات مختلفه حاليا رح نروح لعالم الرياضه اكثر والحديث عن المؤتمر النسائي الرياضي في مدينه الناصره تقرير نورهان ابو ربيع ونتابع تابع قامت دائره الثقافه والرياضه والشباب في بلديه الناصره بتنظيم المؤتمر الرياضي النسائي للمره الثانيه على التوالي اذ تضمن المؤتمر برنامج رياضي حافل يحتوي على تمارين مختلفه تناسب جميع النساء كثير حلو انه يكون في عنا بالوسط العربي هيك برنامج انك انت بتحاولي توصلي للمراه العربيه خصوصا اللي قاعده في البيت اللي هي قليل ما بتشارك في برامج الرياضه انه في برامج رياضه مش شرط انه تكون الرياضه صعبه وانا ما بقدرش اروح عليها في تمارين اللي ممكن هي تقوم فيها تعمل التمارين نفس الوقت التمارين اللي هي لجيلها للجيل المناسب تبعها بتقدر انه تشارك فيها أهمية هذا المؤتمر في كثير نساء اللي هي مك... اللي كانت بدها هذا الدعم إن هي تطلع من البيت تطلع تعمل إشي اللي هي ولا مرة عملته تشوف يشوفوا أنواع رياضة جديدة الإشي كثير مشجع في إقبال كثير عليه يهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع النساء العربيات في الانخراط أكثر في الرياضة وتذويت نهج حياة صحي بهذا المؤتمر أشركنا كل ال... كل النساء اللي يكون سهل عليهم من كل من كل النواحي حتى النساء اللي بتعمل رياضه واللي بتعملش رياضه يكونوا كلهم متساويين بهذا النهار ما تحسش واحدة حالها انه انا مش عم بقدر اعمل لاني انا اقل من اللي حدي بالرياضه كثير مهم وعندنا كثير ناقص من ناحيه الرياضه في الوسط العربي بتمنى من الكل من كل النساء من كل الشباب من اي حدا من في الوسط العربي انه يقد... يتقدم اكثر في ال... في مجال الرياضه في التمارين وفي مجال الصحه والتغذيه السليمه في كل شيء نمشي على نمط حياه التمارين الرياضيه مهمه للمحافظه على مجتمع صحي وسليم ومن خلال هذا المؤتمر يتم التعرف على مختلف التمارين الرياضيه التي يمكن اتباعها في البيت شكرا إذن لنورهان يا ابو ربيع احنا تحت الهواء بتصير الله معنا دائما شكرا لنورهان كثير حلو انه هذا المؤتمر اول شيء كان للنساء مع احترامي للرجال، ولكن عن جد مهم لنا انه المراه تكون دائما فعاله، نحكي كثير عن النشاط البدني والرياضي بما انه كمان بنحكي قديش مجتمعنا بيعاني من هذا الموضوع، وكمان يكون شيء هيك متنفس يعطيها طاقه ايجابيه. انا عفاف قبل ما نفوت بهذا آه المحور ونحكي اكثر عن المعيقات ودخول مم. المراه، مش دخول المراه، تواجد المراه في عالم الرياضه، ربما المعيقات التحديات ايضا والمحفزات مع ضيفاتنا الكريمات، ضروري ننوه إنه إحنا بشكل دائم تقريبا وبشكل يومي نحكي عن مبادرات نسوية صحيح. من المستوى الأول إحنا مش عم نحكي عن مجتمع اللي بالفعل المبادرات فيه معدومة ولكن بنحب نسلط الضوء على هاي المبادرات وبنفخر فيها صحيح. كمجتمع وبنفخر فيها أيضا كوسائل إعلامية لنسلط عليها الضوء نحكي. صباح على, على ضيفاتنا ونحكي كثير عن هذا المؤتمر الرياضي معنا سوار أبو ناجي يسعد صباحك. سوار طبعا من المنظمات والمنظمين للمؤتمر النسائي الرياضي في الناصره ومعنا ايضا مدربه الرياضه مرح يونس سعد صباحك اهلا وسهلا فيكم طيب سوار اول شيء بدنا نبلش مع حضرتك يلا. إيه واحنا شفنا هذا التقرير يعطيكم الف عافية وانا بشكل شخصي بعرف قديش في مجهود كبير حطيتوه والان اشهر يشتغلوا على هذا الموضوع تعي نحكي ليش اهتميتوا انكم تعملوا مؤتمر رياضي نسائي في الناصره شوفي الفكره لما بلشت قبل سنتين كانت وليده انه احنا كنا في حدث رياضي اللي هو كنا لسنين طويله عم نعمله، كان هو حدث بسيط خلينا نقول، كان لمده ثلاث ساعات ينعمل ب ينعمل بمركز من مراكز البلديه، مركز رياضي. فبعد النجاح اللي احنا شفناه والاقبال انه النساء بدهن هذا النوع من البرامج، وبدهن انه هن يكون في توعيه لكل هاي الرياضه ولكل هاي المجالات، فكرنا انه هاتو نعمل إشي على نطاق اوسع وعلى نطاق اكبر فالفكره بلشت من هون من قبل سنتين وبدينا بهذا المؤتمر بدينا لانه احنا في احتياجات معينه اللي احنا بدنا نلبيها لهي النساء فانا بقدر اقول انه احنا نجحنا بقوه بهذا الموضوع انه احنا يعني نقدم هذا البرنامج لهدول النساء خصوصا انه إيه كان في اقبال ممتاز على هذا البرنامج وكان في نجاح انا يعني هو نجاح نسبي اكيد طبعًا. بس للاهداف اللي احنا حاطينها بنقدر انه احنا نقول انه احنا نجحنا في امتياز طبعا طبعا جميل وانا جداً. بشهد على هذا الموضوع كمان شوي راح نحكي مفصلا على الاقبال وردود الفعل طبعا طبعا في تفاصيل الحدث اللي كان المؤتمر اللي اللي كان ما راح بدي انت لك انت مدربه رياضيه في البدايه قديش صار في هذا المجال كتدريب انا لي سنتين بس كرياضيه لي من جيل 10 سنين حلو حلو كمدربة هات نقول او نحكي مع بعض عن التحديات ربما اللي بتكون قدامك لتكوني في هذا المجال لما احنا نكون تحت اسم مدربه مش شيء هوين لانه يعني بيكون كل ال الدرس زي ما بنحكي او كل التمرين او كل اللي احنا بنعمله بتمحور حوالينا يعني كل عيون بدها تكون علينا ف يعني انتوا تكونوا قائد آه النشاط بالضبط القائد, <applause> القائد احنا بالضبط هيك احنا القائد يعني بنكون نقود مجموعه او نقود فرد بما انه في كمان تمارين شخصيه او كذا ف يعني اي انواع رياضات مرح اليوم بالدربي لانه بتوقع ما شاء الله شفنا كمان النبذه عنك ودرست الموضوع بشكل أوه. جدا مهني بس اي رياضات اليوم بالدربي اللياقه البدنيه الفتنس هي أكتر م -م -م. والزومبا انا بعرف انه الفتنس شيء كثير صعب اه من تجربه كثير <applause> الدرس يعني اللي اكيد متغيب عنه هو الفتنس <applause> حتى المدربه كانت تقول لي عفاف هذا مش لإلك <applause> <applause> اه لانه هو فيه اكثر من والمتدربين كمان رجال ونساء <applause> آه لا نساء بس نساء <applause> احنا اكثر شغالين عن نساء <applause> <في> الفتره بدنا نشغل نجهن اكثر <تصفيق> <تصفيق> طيب جميل جدا هيك نرجع شوي للسوار المؤتمر كان يتخلل كثير نشاطات رياضيه سوار واحنا اذا بدي اقارن مع السنه اللي فاتت كمان كان نجاح كثير كبير مزبوط. بس حتى هاي السنه اخذتوه مش خطوه اكثر من خطوه لقدام، يعني عم نحكي تقريبا امير عن 28 درس رياضي درس رياضي و مختلف و ويعني عم نحكي زومبا وكيك بوكسنج ويوغا وبيلاتس واحكي لي انت اكثر، قديش كان صعب تنسيق كل هاي الدروس الرياضيه؟ شوفي بعد نجاح هذيك السنه قررنا انه هاي السنه اوكي الاساس حطيناه خلينا نقول، فهاي السنه بدنا نطور ونحسن من المؤتمر انه النجاح اللي شفناه هذيك السنه كان حافز لنا انه بدنا نعمل شيء اجدد وإشي احسن من من شو كان هذيك السنه فلما اجينا طبعا يعني الفضل بعود لطاقم المدربات المهنيات اللي كانوا معنا طبعا كمان من ضمن الطاقم المنظم كان في مدربات اللي معنا اللي هن كثير ساعدونا بهاي النقطه اجينا نختار دروس يعني لما كنا نعمل الحدث الرياضي كان عندنا زومبا بيلاتس ايروبيكا الرياضات اللي هي معروفه وتقليدية شوي تقليديه خلينا نقول فانه احنا يعني نضم 28 نوع رياضه جديد اللي هو فيه شيء مألوف اكيد وفي انواع رياضيه اللي ولا حدا يمكن كان سامع بيكا. فيها من قبل فهذا بحد ذاته انجاز والنساء كانوا من بهرات بهيك انواع اللي هن مش سامعين فيها من قبل ولا بيعرفوها من قبل مه. وكان أه عندهم فرصة أن يجربوها كمان مش طبعاً بس يضلوا أكيد نظريا وأنا بعرف ومش بس يجربوها كان خلينا نقول نقطة انطلاقة وبداية لإلهن يعني بعد المؤتمر كتير أجانا كثير يعني كثير اسئله انه مين هاي مين هاي المدربه بدنا نبلش معها دوره حلو. فانت هون بتحفزيهن انه هن يبدوا ويكون صحيح. في نمط حياه صحيح. جديد وصحي بما انه عم نحكي على كشف النساء لكثير انواع من الرياضه هي. ربما ما بيصطفوها في الحياه اليوميه صح. سوار هل بتلاقي هذا الك... كشف الوسيع ربما للنساء على رياضات من هذا النوع بيفتح قدامهن نوافذ وابواب لا ليحتكروا ايضا هذا المجال مجال الرياضه. وهي هي الردود الفعل اللي احنا شفناها انه النساء بعد هذا المؤتمر بعد ما هن تعرفوا على انواع جديده نعم. ولا حالهن بهذا المجال هاي هي كمان نقطه جدا مهمه انه بيقولوا لك اعملي رياضه ف بيكون مثلا هدفهم الاساسي انه انا بدي بدي افقد وزن ولا بدي اغير حياه بس هن مش ملاقيين حالهم بنوع معين صحيح فاحنا هون كمان ساعدناهن يعني كمان التنوع هذا كثير بفيدهن زي من بنقول بلغه اليوم يوم اعطيتوهن من كل بالزبط. مجال وانتم بالاخر اختاروا <applause> وإن واتبعوا ايش بدكم انا بدي اسالك بما انك مدربه زي ما حكينا واتوقع انه مجال الرياضه اسالوني انا زي اي مجال ثاني ممكن يكون في مواقف ممكن يكون في افكار مسبقه تجاه هذا الموضوع يعني انا مش حدا اللي كثير بيقدر ينط وبيقدر يعمل الفتنس على سبيل المثال شو الامور اللي عم جد بتواجهيها وبتصححي هاي الافكار للنساء يعني شو اكثر الاشياء اللي بتسمعيها وبتقولي عن جد هاي افكار مسبقه تجاه مجال الرياضه او المجالات المتفرعه فيه في مثلا كثير مرات بيجوا بحكوا لي انا بقدرش اعمل رياضه <applause> ليه مثلا بتعمل بتقدرش تعمل رياضه هيك لانه انا ما بقدرش اعمل رياضه شيء كثير صعب صعب شيء كثير صعب او شيء كثير بده طاقه او شيء بده كثير انا ما بحبش اتحرك كثير قلت خواص صحيح اسكي هاي الفكره كمان اللي بقولوا <applause> انا راضي عن شكل جسمي وما كان الرياضه بس لاني اخسر وزن مثل ما قال اخسر وزن او انسق او اعمل هذا المنظر الخارجي بس يعني بقدر اقول انه الرياضه هي اسلوب حياه صحي يعني حتى بيولوجيا الجسم بده انه يمارس رياضة لأنه في له كتير فوائد, فوائد في له كتير جوانب منيحة مثل بشغل الذهن بشغل الذهن بشغل الجسم مزبوط الدورة الدموية وتحريك العضلات كل هاي الشغلات فيعني في ال ليش مش انه احنا فيش معنا وقت مثلا هاي الحجج اللي صارت تطلع انه فش فش فيش معنا وقت فش معنا وقت نعمل بما انه هسه كمان كمان التكنولوجيا هي اللي مسيطره على <applause> كل شيء فاحنا يعني قليل ما نتحرك قليل ما نلاقي وقت انه دائما بنحط الرياضه انه هي بدها كثير وقت مع انه يعني نص ساعه من كل النهار اللي احنا بنعمله بتكون تكفي يعني كثير انها تغير نفسيه حتى يعني وتحل وتفتح كثير بواب <applause> جميل جدا ما اذا بنفوت على الامور التقنيه اكثر كمان في كل ما يتعلق بالرياضه والمراه بشكل عام حتى في بلداتنا العربيه بالتحديد كانوا يبنوا معاهد اللياقه البدنيه بس يبنوها للرجال فقط بعدين كانوا يزيدوا ساعات معينه بس لن اللي لنا. او حتى يوم أو بالاسبوع بالضبط بالأسبوع. للنساء عشان يروحوا وياخذوا هاي الجرعه الاسبوعيه ربما للرياضه هذا اليوم بتحس انه بعد في افتقاد لبناء تحتيه لمعاهد لياقه بدنيه اللي ممكن تلبي حاجات النساء وتبطل عفاف تتحجج انه في شوي <applause> <applause> أه يمكن فترات قبل كان في الاشي ملحوظ كمان م. انه يعني بحددوا لنا وقت بحددوا لنا مساحه بحددوا لنا رياضات معينه يعني بس اليوم صار في كثير اقبال زي ما حكيت حوار انه م. النساء عم بتدور انها هي وين بنفع تعمل رياضه وين أه وين هي مع اي رياضه اكثر شيء هي بتحب وكمان المحلات يعني صارت تنفتح أكتر اللي كان يعني بيعملوا صاله رياضيه بس بيقسموها تنين انه احنا ناخذ راحتنا والرجال ياخذوا راحتهم واللي يكون مفتوح طول الوقت إنه إحنا نقدر يعني نتمرن طول الوقت بتأمل حتى الصلاة, الصلاة وقت. تكون <applause> بتأمل الصلاة تكون مفتوحة على بعض لأنه في هاي كمان مقولة معينة هذا طبعًا. الفصل شوي أوقات بيكون كمان مشكلة على المستوى البعيد طبعًا. ربما وأنا ممكن هاي. بس الفصل أحيانًا يعني بيكون فيه نوع من الراحة يعني لما أنت بتتعامل مع محل مختلط صحيح. مش مش زي, زي لما, لما أ... اللي بتفضل آه عن جد مش زي اللي لما يعني ومش بس خلينا نقول انه هاي خطوه جدا منيحه انه النساء فاتوا على هذا المجال وصار في يعني المجال مفتوح لهم اكثر انه هن يمارسوا رياضة هاي خطوه اولى الخطوه الثانيه آه بعد بعدين بكون شيء مختلف كيف نشغل على الموضوع هذا الحاجز انه احنا يعني برضه احنا بنقدر نعمل هذا هاي الانواع الرياضه ان كانت في صالات او ان كانت تنافسيه <applause> بما اني جاي من بس انا على بدي انوه يعني بس هسه تذكرت شغله لكم للمشاهدين كمان انه عفاف صح بتقول انه بتعملش رياضه بس عفاف مع نظام حياه صحي جداً, جدا 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 عمير بشهد يعني مش من زمان من شهر تقريبا بس بس هاد <applause> بغنيش عن الرياضه الخط <applause> اجل مش طول انه شهر يعني بس انه أحب ادقق بالمعلومه <applause> <applause> من هذا الموضوع بدنا ننتقل لسوار سوار اول شيء احنا بدنا نوجه تحيه لخالد بطو طبعا وليسرى حكي يسرى كثير تعبت كمان وكل وقت احنا على التليفون وبدي اسالك يعني بدائرة الثقافة الرياضة والشباب بهذا المؤتمر تحديدا، شو الأمور اللي عن جد لما كنتوا تقعدوا بالجلسات الجلسات وتنظموا كان كثير مهم لإلكوا أن تطبق، يعني طبعا. هل هو التنوع، هل رضا المشاركات، دخلينا أكثر بالتفاصيل بهذا العصف الذهني اللي كنتوا تعمله. أول شيء خلينا نبدا من هون، لو إنه إحنا ما لقيناش هذا الدعم كان احنا ما بنوصلش لولا اي شيء من اللي احنا هسه وصلنا له يعني لما كان حدث اللي هو جدا بسيط ينعمل لمده ثلاث ساعات طورت. وانت وانتقلنا لمحل اللي هو جدا وسيع احنا انتقلنا لفندق وانتقلنا لنهار كامل فهذا بده خلينا نقول دعم معنوي ومادي كمان مش سهل مش شيء سهل فلما احنا لقينا هذا الدعم يعني انطلقنا بكل الافكار اللي احنا بدنا اياها، ما حسيناش ولا مره انه كان في حاجز انه هو يمنعنا انه احنا نطبق كل فكره بتيجي على بالنا من ناحيه مدربات، من ناحيه انواع رياضه مختلفه، <applause> كمان انك انت تجيب مدربات مهنيات من كل من كل انحاء البلد، هذا مش شيء سهل اكيد. جميل فلما احنا لقينا هذا الدعم كانت كل فكره تنطرح ننفذها ويكون جدا سهل انه احنا نمشي فيها مع انه اشتغلنا اشهر عفاف تعرف انا بعرف تعب يعني بتذكر هديك السنه خلصنا المؤتمر انعجقنا بالنجاح سافرنا وبدينا دغري تحضير لهاي السنه لمؤتمر اللي كان قبل قبل اسبوع جميل. يعني لما عم نحكي على فقرات رياضيه من هذا النوع اكيد هذا بده ما أكيد. يعني واضح لالنا قديش بده مجهود، بس في كمان نقطه بدي يعني اطرحها قدام سوار وكمان نسال مرة عليها، لفت نظرك بالفيديوهات اللي عم نشوفها انه في نساء من مختلف الشرائح العمريه ومن صبع. مختلف شرائح المجتمع كمان، عم نحكي على صبايا صغار، يمكن كمان كان في مراهقات، في نساء يعني بديش اقول كبيرات في حاليا. في يعني في كل الفئات والشرائح العمريه قديش ما راح هذا الشيء مهم وثوارك مش راح اسالك قديش كان مهم لكم وبتوقع انه واحد من اهدافكم انه هذا النشاط طبعاً. ما يقتصر فقط على فئه معينه قديش مهم راح يمكن هذا بيرجعنا لموضوع الافكار المسبقه يمكن اليوم النساء اللي هن جيل والدتي والدة امير اللي بيقولوا احنا كمان مش متعودين كمان اطلع من البيت عشان اعمل رياضه اجينا احنا وكسرنا هاي الفكره بس للتنويه والدتك بتعمل رياضة <applause> طبعا وعلى بركة بشكل يومي يعطيها العافية طبعا بالخير الفئات الرياضة مهمة لكل الفئات العمرية يعني احنا ما بنحكيش انه في نوع معين اللي هو بس مثلا لهذا العمر او لهذا العمر يعني كلياتنا بنقدر نشترك ب... كل الاعمار بتقدر تقوم تعمل رياضة وطول ما الصحة منيحة وبقدروا بقدروا يمارسوا الرياضة فهن يعني شيء الزامي مش شيء ثانوي هو شيء انه الرياضه دوت المناسب لهم بالضبط يعني انه لما في في انواع رياضه اللي هي عن جد مناسبه لعمر شوي إيه أكثر. شبابي اكثر الشبابي. فيعني الشباب يعني بيقدروا يروحوا لهذا المجال لهي الرياضات بس يعني كمان الممارسه بدها تكون على طول على على مدى الحياه صحيح م. فيعني هاي هاي في استمراريه في نمط حياه هو نمط لا. حياه صحي كثير يعني انه يعني حتى اللي بيحكوا عن حالهم إن كبار بالعمر وفش يعني شو بدي اطلع اعمل رياضه؟ ايش عندي قوه آه كيف بدي اطلع بدي <applause> اجي اعمل رياضه يعني <applause> وبعد هالعمر انه بالعكس <applause> انتم من زمان كان لازم واحنا نكبر على هذا الشيء بالتحديد اسا بيكون الوقت سوار انا مبدئيا بس شفت الموضوع انه اليوم ما تروح بحلقتنا مؤتمر انا راح فكري لمحل ثاني اكثر محاضرات وتنظيم <applause> وتنظيم ربما العمل النسوي في مجال الرياضه بما انه اليوم في كثير ممتهنات لمجال الرياضه بتفكروش بهذا الموضوع انه يكون في تنظيم لكل النساء اللي بيشتغلوا في معاهد اللياقه البدنيه النساء اللي هن متخصصات في هاي المجالات المختلفه بالرياضه منفكرش انه يكون في تنظيم لهن وكانه في سقف دائما يحتويهن ودائما يرجعوا له وتكون مرجعيه لسا يعني اذا خالد عم بيحضرنا مش رح يقصر هينا يا <applause> نسال خالد ناخذ الموافقه منها من خالد. طلع يعني مجرد انه احنا بدينا بهاي الخطوه فهذا طبعًا ممكن يعني بس على التوالي يعني تتمي ممكن مم. لقدام انه يصير هذا الحدث هو عنوان لكل هدول المدربات لكل هاي المراكز الرياضيه يعني لما لما بدينا هذيك السنه كنا احنا نتوجه للمدربات هاي السنه لقينا شوي اختلاف انه المدربات كمان هن حبات انه هن يكونوا يشتركوا معنا فبصير يختلف يعني تختلف الامور اكيد وبتتطور بس بدي احكي على قصه هدف المؤتمر والشرائح المختلفه يعني هاي نقطة جدا مهمة ولما بدينا هذيك السنة كان هدفنا بالاساس هي التوعية الرياضية تغيير نمط حياه وشوي نحسن من من حياه النساء بالذات بمجتمعنا هون بس بعد بعد نجاح هذيك السنه وبعد اللي شفناه هاي السنه صار هدفنا هو اكثر انه احنا ندمج كل شرائح المجتمع هون يعني زي ما قالت عفاف المسنه كانت الصبي الصبيه الصغيره كانت المراه الملتزمه المتدينه كانت حتى من الوسط اليهودي كان اللي هن صبايا صغار عاديات مم. وحتى كان في يهوديات اللي متدينات وملتزمات مم. كان في الدكتوره كان في المعلمه كان في الموظفه كان في عامله النظافه كانت في ربه المنزل فاحنا عم نتطلع يعني واحنا كنا بقلب المؤتمر عم نتطلع ومبسطات انه احنا كل هدول احنا جمعناهم بمحل واحد حلو. هن حتى مش حاسين بهذا الاختلاف طبعا فهذا بحد ذاته يعني بنقول هذا هدف لما نقول مرأة وصلتوا لكل مرأة لكل مرأة ولكل شريحة ولكل فئة ولكل بيت رائع ولكل عمر كمان رائع بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية سواري أنت وكل شخص مش بس اللي اشتغلوا على هذا المشروع كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بدائرة الثقافة الرياضة والشباب وأكيد على رأس القائمة خالد بطو في مشاريع جديدة مستقبلية بدك دائما في عنها. <applause> <مستقبلنا> ناخذ منك الشغل <applause> <applause> <منك تصفيق> <applause> في شيء جديد هسه فتره الشتاء والخريف بتوقع كمان راح يكون في نشاط بالذات الرياضي والصحي اكيد طبعا يعني لقدام مشاريع اللي هي عامه في في الدائره عندنا إسا مهرجان طف مهرجان الطفل صحيح. اللي هو يقام بشهر 10 بعدين بنخلص بنبلش تحضير للكريسماس ماركت دائما مشاريعنا الله يهد البال هيك احنا دايما بنقول طيب هيك ناخذ بس كلمه اخيره <applause> من 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 مرح رب... كل النسوان اللي نسوان على فكره كلمه بالفصحى العربية أه. الفصيحة علشان ما يحسوش إهانة <applause> لا, لا, لا لا هذا فعلا كلمة النسوان هي كلمة في العربية الفصيحة للنسوان <applause> المترددات اللي اللي يمكن يفوتوا على المجال عندهم يعني تخوفات وقت مش وقت بخافوا من الفتنة زيي <applause> المفروض <applause> 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 يجوا يجربوا لأنه من إذا احنا ماخذين فكرة وحاطينها قدامنا ومش قاعدين نسعى لإلها مش راح تتغير براسنا مم. فيعني التغيير هو مسألة قرار لازم ياخذوا هذا لازم ياخذوا هذا القرار ويمشوا لعنده جميل جدا شكرا جزيلا لكم ضيفاتنا الكريمات سوار ابو ناجي ومرح يونس شرفتونا بالفعل في هذا الموضوع ومن المؤتمر النسائي الرياضي سوينا رياضة شو بيساووا بعد الرياضة برتاح برتاح بدي أقول بس بريك. النساء بيطلع لنا بريك بس يلا اطلع معي <applause> <applause> بريك <تصفيق> صباح الخير عن جديد ونعود لمتابعه محطاتنا وفقراتنا المختلفه في صباحنا غير النصف ساعه الاخيره <applause> حول موضوعين جدا مهمات بحسب وجهه نظري، احنا رح نتحدث عن بحث حول تاثير منتجات الحليب او مشتقات الحليب ومنتجات الالبان والاجبان وتقليل الاصابه بالنوبات القلبيه ومن جانب اخر ايضا رح نتحدث عن النهج الصحي والنفسي لاطفالنا بين التوجيه والتوبيخ. بلش نرحب في ضيوفنا الكرام دكتور رامي غريفات مدير دائرة الصحة في حيفا يسعد صباحك أهلا وسهلا دكتور يعني احنا لحظة احنا لازم نروح على المباشر ولا كيف؟ موجود. كمان بنرحب بضيفتنا الكريمة مباشرة من مدينة القدس سيدي سهى خوري أخصائية تغذية ومدربة بالبرمجة اللغوية العصبية يسعد صباحك صباح النور اذا بنبلش بعد الترحيب بضيوفنا بنبلش في الاستوديو مع الدكتور رامي غريفات مدير دائره الصحه والحديث عن بحث وتاثير مشتقات الحليب على جسم الانسان شو جديد في هذا البحث؟ منذ القدم اعتبر الحليب غذاءً متكاملاً يعني هو يحتوي على مياه بكمية كبيرة يحتوي على الثلاث مركبات الأساسية الغذائية: البروتينات، الدهنيات، والنشويات. <applause> بالإضافة أنه يحتوي إلى على حديد وكالسيوم وفيتامين دي. فاعتبر يعني غذاءً متكاملاً. ظهرت في بعض السنوات الاخيره اقوال ضد الحليب ومنتجاته يعني ادعاءات معينه انه له يعني اضرار قد قد تكون آآ آآ قد تسبب آش اشياء معينه في جسم نعم الانسان لم تكن هذه الابحاث يعني مؤسسه بشكل جيد وكان الاتفاق العلمي دائما يعني بجانب الحليب ومنتجات الحليب بأنها منتجات مهمة ومفيدة مؤخرا ظهر البحث الذي يضيف أيضا فوائد أخرى للحليب ومنتجاته من التأثير الإيجابي على نسب الحساسية والنوبات القلبية والحفاظ على الوزن المتوازن والوزن الصحي جميل جميل ورح جداً. نحكي لاحقا دكتور كمان عن يعني العديد من الامراض اليوم في اشخاص على الاقل بيعتقدوا ما بعرف اذا في دراسات بتاكد هذا الشيء ولكن مرتبطه بموضوع تناول هذه المنتجات، اسمح لنا قبل ما ننتقل مجددا لاستوديو القدس ايضا نصبح بالخير على الشيف بشاره ابو حنا يسعد صباحك شيف يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك وحضرتك معنا اليوم في زاويه مطبخ صباحنا غير شو هل هل رح سهل. نجهز لنوضح للمشاهدين؟ اليوم راح احضر لكم سلطه مع جبنه عربيه وجاج اللي هو مكرمال اللي بيجي مع حليب وسكر طيب جميل جدا يعني كمان في بالموضوع حليب طبعاً هيك راح نعمل نقلات سريعه لعندنا خلال فقرتنا هاي حاليا راح نعطيك الوقت لتشتغل واحنا بنشوف النتائج اول باول وننتقل حاليا مجددا لاستوديو القدس وللأخصائية سهى خوري عن جديد يسعد صباحك سهى سهى لما عم نحكي على نظام صحي للطفل صباحك. بدون شك يمكن هاي درجه الصعوبه اعلى لانه بنتعامل مع طفل في عنده رغبات في عنده اراده دائمه يمكن بانه يتناول الاشياء اللي هي مش صحيه ولا احنا صحيح. مرات بنقدر عن جد نسيطر على نفسنا كبالغين ونمتنع عن تناولها نحكي عن تنظيم هذا النهج الصحي للطفل وأهميته على المدى البعيد يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين الأكل الغذاء هو أداة لبناء جسم الطفل وكمان لبناء نفسيته بالحلقة هاي بنحكيك على الأطفال وكمان على الحليب بدي أرجع أنا منذ القدم زي ما تفضل الدكتور بس منذ القدم القدم في حياة كل إنسان لما انولد رضع وفي الرضاعة هي المحل اللي بيجتمع فيه المشاعر مع الغذاء فإحنا من أول ما انولدنا وفي أول إشي أخذناه بحياتنا اللي هو حليب الأم كان في دمج بين الغذاء اللي أخذناه بتمنا وبين المشاعر فالطفل طبعا احنا مش هذا الاشي بيكون بس منذ الولادة ولكن برافقنا كل حياتنا ايه الاكل والمشاعر دائما مرتبطين مع بعض لما احنا بنفكر ايه بغذاء الطفل ايه انا عم بفكر دائما بخطر على بالي الفرق بين الوجبة اللي ايه بيأخذ فيها الطفل الاكل على مائدة مع العيلة اللي بتطلعوا فيها بعينيه بيحكوا معه في هذا الوقت اللي بيكون فيه تبادل كلام ومشاعر واهتمام وبين انه هو عم بياكل وبين منظر الطفل اللي ماسك باكيت من المنتجات الجاهزه المصنعه وقاعد بيكلها لحاله وهو مرمي قدام شاشه التلفزيون او وهو بيلعب على شاشه التلفون من هدول المحلين بنقدر نشوف طفل لقدام لما يكبر ويصير انسان بالغ متعود يشارك مشاعره متعود انه هو يطور ذاته من خلال التفاعل مع افراد العيله وبين طفل مش فاهم ايش عم بحس حاسس حاله مهمل حاسس حاله وحيد في عالمه اللي هو بين الاكل المصنع وبين الشاشه فالطفلين هدول لما بيكبروا تخيل تخيلوا معي انه التنين مروا بازمه نفسيه رح تلاقوا انه الطفل اللي تعود ياكل على مائده العيله انه ما مش بس اخذ الغذاء كمان اخذ الدعم اخذ الترابط العائلي رح يكون بسهولة يتوجه لأفراد العيلة نفسهم ويأخذ الدعم أو لأصدقاء رح يكون سهل عليه يعبر عن حاله وبين الطفل اللي هو مش فاهم شو ماله وممكن يحتاج لسيرورة من العلاج النفسي إذا مر بأزمة نفسية لأنه ما عنده المقومات اللي أخذها مع الأكل منه طفل نعم جميل جدا ست سهر رح نرجع لك ونتطرق لمحاور ايضا اخرى خلال هاي الفقره من صباحنا غير ولكن خليني اتحول من جديد لدكتور رامي غريفات والبحث بالفعل اللي صدر مؤخرا وتم نشر او تم نشر نتائج وعم نحكي عن انه تناول مشتقات الحليب قد تقلل الاصابه بالنوبات القلبيه إلى جانب هذا الموضوع في كما تحدثت العديد من الأبحاث اللي بتثبت وجود مخاطر صحية أساسية على الإنسان يعني في هنا وكأنه ثقل لكفي وحدة بالميزان وشو فائدة بحث من هذا النوع؟ لا إذا نظرنا إلى الأدلة العلمية بموضوعية يعني نجد أن هناك لا يوجد تساوي يعني بشكل عام إذا أخذنا أي موضوع أو أي سؤال علمي لا نجد موضوع سؤال علمي عليه اتفاق مئة بالمئة لا يوجد شيء كهذا دائما هناك أبحاث ضد وأبحاث مع نعم. أه ولكن الاتفاق العلمي غالبية الأبحاث وغالبية المتخصصين والعلماء أه هي يعني في صالح الحليب ومنتجات الحليب مهم. يعني حتى إذا نظرنا بشكل موضوعي إلى الأبحاث التي كانت نتائجها ضد الحليب مهم. نجد فيها مشاكل يعني في طرق اجراء الابحاث وممكن قد قد تكون اجريت على عدد قليل من ال صحيح دكتور ولكن في الجانب الاخر خلينا نكون متذكرين انا انا ما بدي اتوقع واتنبا يعني ولكن خلينا نكون واعيين انه لما اليوم بيطلع بحث معين انه الحليب صحي على سبيل المثال فهذا بيخدم بشكل مباشر شركات تصنيع الحليب واحنا كثير بنعرف منيح انه دور تصنيع الحليب هي ابدا يعني ما الهاش اي علاقة في الحليب الطبيعي يلي بيحلبوه من البقرة او من ال مش عارف من وين. اذا اخذنا هذا النهج في حليب مبستر نعم. وحليب اذا أخ... ساتطرق الى البسترة. اذا اخذنا هذا النهج من التفكير س... س... سيكون لدينا شكوك في اي شيء نستهلكه لان هناك من يستفيد من ورائه. يعني هذه اذا اخذنا اذا نظرنا الى حبة الدواء التي ناخذها عند المرض مم. فقد قد تكون هناك شركات او هناك شركات تستفيد من ورائها هذا حسب رايي يعني فكر مبالغ فيه ولكن يجب علينا الحذر ويجب علينا انشاء اجهزه تراقب هذه الشركات التي تصنع الحليب البستر التي ذكرت هي عملية مهمة جدا وهي ليست عملية فيها إضافة كيماويات أو تقليل من جودة الحليب هدف البستره هو القضاء على اي جراثيم تكون موجوده في الحليب قد تنتقل من الابقار او المواشي الاخرى. البستره هي عمليا رفع درجه حراره الحليب الى درجه حراره معينه 70 على سبيل المثال، وثم تبريدها بشكل سريع للقضاء على اي جراثيم فيها. ماذا عن اعطاء الهرمونات نعم، وما الى ذلك للابقار عشان تزود منتوجها هذا هذا التحفظ الذي ك يعني اردت ان اقوله هناك قصص سمعناها وكانت في وسائل الاعلام عن اضافه نعم. مواد كيميائيه مثلا للحليب نفسه قبل نعم. ان يكون في الابقار ماده السيليكون التي يعني نشر هذا الخبر عن شركه معينه اضافت السيليكون الى الحليب وهذا الشيء منع طبعا بعد ذلك ولم يتواجد فيه يعني صحيح الذي ذكرته بالنسبه لاضافه هرمونات او مضادات حيويه نعم. انتبيوتيكا للمواشي وهذا أيضا له يعني أعراض ضارة نحن نحاربها بشكل مستمر وهناك نعم. قوانين تصدر في أوروبا وفي أمريكا وقريبا سيتم عظيم. تبنيها لدينا هنا نعم. نعم. إيه شيف احنا بدنا نسالك لنوضح للمشاهدين شو مكونات السلطه اللي بدك تجهزها كيف طريقه التجهيز شو بدك تحدثنا عنها كمان شفنا قطعت فواكه هل هي جزء من السلطه ام انه جانبا راح تكون لا هاي الفواكه راح تكون مع الدجاج لانه الدجاج مع سكر فالفواكه بتعطي كمان طعمه إيه حلوه للوجبه نفسها السلطه مكوناتها اي نوع خضره بتقدر بتقدر, بتقدر تحطيه بقلب نوع السلطه اللي هي خيار بندوره خس ملفوف احمر ملفوف ابيض أياتها نوع خضره ممكن تحطيها بقلب السلطه نفسها السلطه مسوايه مع مايونيز وخردل ديجون وشويه بيستو بنحط عليها هدول ثلاث مكونات انا بحبني كثير مجبور دائما اضل اتعامل هن الوجه بتاعتنا الجاج بنقل الجاج مقله بنخليه يستوي بنقيمه على جنب كمان شوي اه راح تشوفوا كيف راح احضر <applause> بنت نعم ايه اسا عم بحضر الدجاج عم بقليه اي وايش حطينا عليه؟ شاف شوية بهار ملح طبعا ملح مم. وفلفل اكيد راح نحط عليه ايه شويه زيت كمان بزبط بس يستوي الدجاج من ايمو بنحطه بالصحن ايه راح نساوي بس يستوي الدجاج اللي هو الصوص تاع الكرمول اللي هو عباره عن زيت شوي <applause> سكر بنخليه نحركه مع بعض تصير لزج كلياته مع بعض متماج مع بعضه بنحط الفواكه عليه والاخر بنحط شويه حليب تنرخيه شوي طيب رح نتابع طيب رح نترقب صناعه هاي الوجبه يا بشاره اما الان فاعود لاستديوهاتنا في مدينه القدس والسيدة سها خوري يعني ست في الحديث اكثر عن ربما طرق اللي بيتبعها الاهل مع اطفالهم حول نهج حياه صحي ونفسي سليم، اليوم على سبيل المثال بدي اعطيكي هيك شغلة يمكن بنشوفها ببيوتنا كثير انه الاهل بيقولوا لا ما تاكلش كثير حلو، لا ما تاكلش كثير سكريات ولكن السكريات على سبيل المثال منتشرة في البيت. شو هي الاخطاء الشائعه في توجه الاهل للطفل لتصحيح النهج ربما المتبع؟ مثل ما تفضلت اول نقطه هي فحص البيئه، البيئه المقصود فيها ايش موجود بالبيت، بالجوارير، نعم. بالخزائن. هلا بمجرد انا دائما بقول انه اهم قرار شو تاكل بدك تعمله بالسوبر لما بتروح تشتري اكل وانت تطلع على ايش انت ماخذ معك غاد اهم القرارات لانه مجرد ما انت دفعت حقه ودخلته البيت الاكل رح يتاكل اذا مش اليوم لثاني يوم او بعد باسبوع او بعد بشهر هذا الحكي طبعا بينطبق على الاطفال فالقرار المهم هو شو انا بدي احط في بيتي يكون بمتناول يد الطفل انا اذا جيت خيرت الطفل بين بكيت من المسليات الاصطناعية وبين فواكه ورح نقى المسليات الاصطناعية غلطة مين؟ السؤال هاي غلطة مين؟ هل أنا بقدر أجي ألوم الطفل أني أنا هو اختار الإشي المصنع ولا أنا بدي ألوم الأهل اللي من الأساس خيروا الطفل بين هاي الإشياء لو خيرنا الطفل بين تفاحة أو فواكه تانية بين بشار بين ذرة صفرة بين مكسرات مثلاً وايش ما نقى ساعتها رح يكون الطفل عم ياخذ اكل صحي، فاول نقطه هي البيئه. فحص البيئه ونراقب دائما انه البيت فيه اختيارات صحيه. ثاني شيء طريقه خطاب الطفل، هلا في كثير اهل لما بيجيبوا عندي الطفل على العياده عشان بده يضعف يخفف وزن. انا بقدر اشوف كيف ال طريقة المخاطبة بتكون انتقاد أو بيكون في عند الأهل خيبة أمل أو غضب نتيجة الفرق بين الصورة اللي براسه لصورة الطفل المرغوب اللي هو بده إياه براسه وبين الطفل اللي موجود بالواقع وهذه الفجوة اللي بينهم بتخلي الأهل يدخلوا في معركة نفسية مع حالهم بسقطوها في التعامل مع الطفل فبصيروا يا إما يقارنوا مع حدا تاني يخلوه يحس انه عنده نقص او انه يعني ينعتوه بمرات على سبيل المزح حتى كلمات زي دبدوب برميل او انه ينتقدوه بالسلوك او انه يعطوه مرات جمل حتى لو انها بتبينش انتقاد بس شو رايك تضعف شوي عشان تصير حلو شو رايك تخففي الوزن عشان يصير الفستان حلو عليكي الأطفال عندهم كتير حساسية في كيف بيستقبلوا هاي المعلومات وعندهم رؤيتهم لنفسهم كتير هشة فمن هذا المحل اللي هو الطفل قاعد ببني ذاته ببني جسمه وببني رؤيته لحاله مرات إحنا بنفكر إنه لأنه طفل ما فيش عنده كرامة أو ما فيش عنده شعور بعزة النفس وهون الأهل بيغلطوا لأنه الطفل بيكون في في حاجة كبيرة إنه قاعد يبني حاله طرق الحديث مع الطفل انا دائما بقول لازم تكون بس بالتركيز على الاشياء الايجابي اذا الطفل عمل سلوك واحد صح خلينا نركز عليه ونضلنا نحكي عنه ونضلنا نحكي عنه ونكبر من شانه ونكبر من قدرته بي أو بايمانه بقدرته انه هو يقدر يعمل هذا التغيير اذا كل الوقت احنا بنركز غلطت هيك غلطت هيك انت مش شاطر بهيك انت مش شاطر بهيك احنا بنعبيه قاعدين معلومات عن حاله بنفهمه عن حاله انك انت طفل دون المستوى المطلوب فرح يكون سلوك الطفل بتماشي مع كيف الاهل عم بيحكوا عنه هذا الشيء صعب بزعزع قيمته الذاتية للطفل ويمكن تقديره لنفسه مثل ما حضرتك ذكرتي لأنه في حساسية بالتعامل مع هذا الموضوع بالنسبة لنا بهاي الطريقة وهي طريقة التوبيخ رح نرجع لحضرتك بنصائح أخيرة ولكن ننتقل حاليا لنشوف عندي شعور انه الطبخه صارت عم بتكون جاهزه شيف ولا شعورنا مش بمحله؟ شعورك <تصفيق> <تصفيق> ايه شعورك بالضبط كيف ما انتم شايفين الفواكه قليناها مع السكر وحطينا الحليب وشمانة معهن سوري حط الدجاج إيه معهن خليهن كلياتهم ياخذوا كل الطعمات مع بعض بنبلش إيه نحضر بالصحن اللي هي السلطه جاهزه بس نخلطها ونحط عليها حطينا عليها مايونيز وخردل وبيستو إيه نخلطها ونبلش نحطها بالصحن او على جنب الصحن عشان الوجبه تكون لحال والسلطه لحال إيه حلو هذا الترتيب اللي بالصحن كمان مهم طبعا أنواع <applause> ألوان الخضرة دائما إيه بفضل انها تكون كثيرة لأنه كل ما كانت ألوان الخضرة بقلب السلطة كل ما كانت مفيدة أكثر <applause> طيب احنا هيك كمان باقيين مع هاي الصور لتحضير ربما اللمسات الاخيره لوجبه اليوم خلينا خلينا مره جديده ننتقل لدكتور رامي في الحديث عن الحليب وانا حدا كثير يعني مش كثير بحب منتجات الحليب يمكن عشان هيك عم بقدر انزل راضح. عليهم بس دائما يقال انه الثدي الوحيد يلي بعد ما بعد الفطام بيبقى يشرب حليب الانسان وهذا مش شيء طبيعي صحيح. هذا يمكن راح ياخذني سؤال من نوع اخر تاثير الحليب هل بتغير على جسم الانسان مع التقدم في العمر؟ اذا بدانا من منذ الرضاعه يعني م. تاثير الحليب الام على جسم الانسان له تاثيرات رائعه يعني والايجابيات لا لا تنحصر في الرضيع نعم. نفسه بل تتعدى الى الام مم. يعني الرضيع يكتسب افضل غذاء ممكن مم. معه جهاز معه مضادات يعني اجسام مضاده نعم. اللي هي جزء من جهاز المناعه التي يحميه من امراض معديه مم. ذلك يساعد على الحصول على وزن متوازن مم. بعدها ومن الناحية الأخرى أيضا يفيد الأم يفيدها بتنقيص مثلا نسب الإصابة بسرطان الثدي مؤخرا <applause> يساعدها في يعني مساعدة توازن الكالسيوم في الجسم وأيضا يمنع سرطانات أخرى في الجهاز التك... جهاز التكاثر النسائي <applause> هناك في الطبيعه نرى هناك مشاهدات عن حيوانات وحتى حشرات تستخدم افرازات لكائنات اخرى يعني هناك نمل يستخدم حشرات معينه ياخذ منها افرازات كما ياخذ الانسان الحليب يعني هذه مشاهدة ممكن أن تضيف بعض المعلومات يعني هذا إسقاط على <applause> عالم الإنسان لسنا ف... لسنا الوحيدين يعني لسنا الوحيدين نستعمل يعني إفرازات حاملات أخرى، كذلك العسل مفيد جدا وهو وهو إفراز حشرات العسل معناه مشكلة معه دكتور <applause> طيب خلينا ننتقل لكلمة أخيرة ربما ست سهى إذا بدنا ناخذ منك تنقي لنا هيك نصيحة ذهبية ربما في 30 ثانية شو النصيحة اللي بتختاريها؟ إيه لكل طفل لكل انسان بدا حياته إيه بحليب الام اللي هو الاكل طبيعي وصحي مخلوط مع مشاعر صحيه حب وحنان انا بدي اكمل على جملتك انه احنا بعد ما نفتم من حليب الام ما فيش عندنا اي سبب ليش ما نكملش نغذي الاطفال بنفس الاكل الصحي والمشاعر الصحيه اللي هي حب وحنان وفرح ونضلنا إيه ندمج بين بين الاشياء مع بعض والإشي الثاني اللي بدي اضيفه هو انه الاهل دائما يكونوا قدوه، قبل ما يطلعوا على سلوك الطفل بالاكل يطلعوا على حالهم لانه الطفل ايش بيعمل؟ بيقلد، بنقدر الله نحكي ونحكي ونحكي ولكن هو بالاخر رح يقلد سلوك الاهل بالاكل وبالرياضه. فكونوا <applause> انا بعتذر على مقاطعتك و... ست سهى بس هيك الوقت شوي داهمنا في هاي الفقره شكرا جزيلا وبالفعل كانت نصيحه ذهبيه منك شكرا جزيلا مره اخرى كنت معنا ببث مباشر من استديوهاتنا في القدس لمحه على مطبخ صباحنا غير قبل ما نقول باي ونشوف الصور الاخيره من الوجبه يعطيك العافية شيف ومزين الطبق مسجن دي. مزين بشكل جميل جدا نعم شيف بشارة شكرا لحضرتك على هذا الطبق الشهي والجميل صحة وهنا للجميع إلى حد معين أيضا شكرا لك ودكتور جزيلاً. رامي غريفات ايضا شكرا لحضورك معنا أفوت. في هذا الصباح ولتقديم هاي نصائح القيمة لمشاهدينا ومنهج حياه صحي والسليم ومطبخ صباحنا غير وصلنا لختام هذا العدد عدد اخر انتهى عدد اخر بستنانا يوم غد الى اللقاء